بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بكل خير. أمس كنا هنا نتحدث عن لقطات من التاريخ، وأقول دائما بأن من وعى التاريخ في صدره فقد أضاف أعمارا إلى عمره. بالأمس عرضنا لقطات وصور أرشيفية ولقطات فيلمية بتعكس جزء يسير ونذر يسير من تاريخ مصر التشريعي والبرلماني في وقت كان الظلام يحيط بالمنطقة ولم يكن هناك بؤرة ضوء إلا هنا في مصر. في عام 1925 مع افتتاح البرلمان، نقلنا لكم بالأمس افتتاح البرلمان بكلمة الملك فؤاد بحضور سعد باشا زغلول، لقطات مؤرشفة وصور قديمة بتعكس صورة حقيقية كان يجب علينا أن نحتفي بها بما تستحق، لكن ربما غابت أو تخلفت الدراما والفن بكل أشكاله عن متابعة حقيقة ما جرى على أرض الواقع التشريعي في مصر على مدار سنوات من 1866 تحديدا. لن أقول 1824 ولن أقول 1829 ولن أقول تلك المحاولات الجادة التي حدثت، وإنما أتوقف عند 1866، أول مجلس شورى نواب الخديوي إسماعيل الذي بنى والذي تم في عهده ما لم يتم في عهد غيره في هذه المرحلة. اليوم أنظر إلى الصورة من بعيد وأقول لماذا توقفت أو تخلفت السينما والمسرح وكافة أنواع الفنون وأشكال الفنون في توثيق مرحلة بل مراحل هامة في تاريخ هذه الأمة. اللي ملوش تاريخ لازم يبحث عن تاريخه، ده فيه دول بتزور التاريخ، ده فيه ناس بتعجز عن اكتشاف شخصيات قائدة وشخصيات رائدة في تاريخها لتنقل صور للأجيال الحالية، ربما بتصنع صور زائفة أو قصص زائفة لكي تصنع للأجيال الحالية ما يمكن أن تقتدي به. لكن في مصر لدينا شخصيات، لدينا تاريخ، لدينا حوادث وحادثات وأحاديث لم تنقل بعناية وبمهارة وبأمانة للأجيال الحالية. فهناك انفصال، الناس بتسأل مجلس شيوخ يعني ايه؟ طب ليه؟ طب الوقت ينفع؟ طب هو مناسب؟ أسئلة سذاجة بتخرج من ناس لم يقرأوا التاريخ قولا واحدا. وأنا هنا أتحدث لا أسوق لمجلس شيوخ ولا لمجلس نواب، وإنما أرصد وأراقب من صفحات التاريخ ما يجب أن يعلمه الناس. الناس بتتكلم الآن إما إيجابا أو سلبا عن انتخابات تشريعية للغرفة الثانية مجلس الشيوخ، وأنا أسأل هل يعلم كل المصريين، هل يعلم كل العرب، هل يعلم كل العالم إن هذه الدولة مصر كانت لها برلمانات وكانت لها سلطات تشريعية بغرفتين في 1866؟ كان أول مرة يصدر الحاكم الخديوي إنه عندي غرفتين. لو أنا حكت لكم من التاريخ قدامي صفحة نادرة، تاريخ الحياة النيابية في مصر في عهد ساكن الجنان محمد علي باشا. هذا الكتاب في الجزء الرابع منه يعني زميلي هشام سلام أنار لي الطريق وبحث ووصل إلى هذا الكتاب النادر، تاريخ الحياة النيابية في مصر في عهد ساكن الجنان الجزء الرابع الخاص بمجلس النواب المصري سنة 1881 ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية 1883. لما بقرأ التاريخ أقف يعني قدام حضراتكم بشوف التاريخ بقول ياه، إحنا في بلد كبيرة جدا عظيمة جدا عريقة جدا، للأسف الشديد الأجيال الحالية مش عارفة قيمتها ومش عارفة إحنا كنا إيه وعايزين نوصل لفين. خليني بس سريعا، الخديوي إسماعيل كان خارج مصر وكان نبار باشا المترجم بتاعه ناظر النظار اللي مسك رئيس وزارة وعامل مذكرات من أرقى وأهم المذكرات اللي بتعكس تاريخ مهم جدا، فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. نبار باشا، رسالة من الخديوي إسماعيل إلى نبار باشا بتاريخ
10 1866 في 10 نوفمبر. بيقول الخديوي اسماعيل لنبار باشا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على مجلس شورى القوانين في 1866. خلاص صدر القرار، تمت الانتخابات، والصحافة الفرنسية والإنجليزية وكله بيتكلم على تجربة دستورية جديدة في مصر. مصر عندها دستور، أوروبا بتستعجب. مصر عندها مجلس شيوخ، أوروبا بتستعجب. وصل هذا قمة النجاح في هذا الخطاب اللي أرسله نبار، أرسله الخديوي إسماعيل إلى نبار باشا. بيقول له حتة من التاريخ مهمة جدا لازم نستنتبه إليها، مكتوب قدام حضراتكم، لكن بيقول له إيه؟ بيقول له إحنا كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه في الدستور؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه في المجلس التشريعي اللي هو مجلس شيوخ؟ بيقول له كمان طريقة انتخاب الناس وما شابه من مشاكل وتعقيدات، لكننا نجحنا في النهاية، وصلنا إلى ما نريد، أن يكون لدى مصر مجلس تشريعي، أن يكون لدى مصر هذه الدولة الفتية في المنطقة مجلس تشريعي حقيقي. مين اللي بيقول؟ الحاكم الخديوي بيقول نبار باشا، بيشرح له وبيفضفض معاه، بيقول له لكن في مجموعة من الناس نقلوا للأستانة أو لإسطنبول أو للدولة العثمانية، الحقوا ده مصر بقى فيها دستور جديد، الحقوا ده مصر بقى فيها انتخابات، الحقوا ده مصر بقى فيها مجلس تشريعي. مين اللي بيقول؟ مجموعة من الخونة موجودين عبر كل التواريخ وعبر كل الأزمنة، شغلتهم فقط بين قوسين الفتنة. رايحين ناس موجودين في مصر بيبلغوا السلطان العثماني إنه الحقوا مصر فيها تجربة ديمقراطية جديدة. فيقوم الراجل الخديوي إسماعيل يقول اتصل بيا كميل باشا، كميل بيك، قال له ايه الموضوع يا سيادة الخديوي على الانتخابات والمجلس اللي في مصر؟ فقال له الموضوع فيه 1 2 3 وادي القانون وادي كذا كذا كذا. قال له ده الناس اللي هم المعتمدين السياسيين بيبلغوا السلطان العثماني ان مصر اتطورت تشريعيا. الراجل الخديوي اسماعيل قال سطرين لازم اقراهم لانهم بيعكسوا حقد الأتراك العثمانيين على الدولة المصرية وإخلاص المصريين لقضيتهم حتى هذه اللحظة. قال إيه؟ إسماعيل باشا لنبار باشا بيقول والأمر الذي لا مفر منه هو أن يقول الإنسان أي واحد لإسطنبول ما يريد، اللي عايز يروح يقول لإسطنبول ويشتكي ويقول ويخبص يقول اللي هو عايزه، ولكن هذا لن يقف في سبيل لحظة. خديوي إسماعيل بيقول وقد يكون من المؤسف لهم هناك في اسطنبول أنهم لم ولن يمكنهم أبدا، وأقول أبدا بحكم حالتهم وطريقتهم، أن يحكموا مثلنا. خديوي إسماعيل متحدثا لنبار باشا عن تركيا وأعوان تركيا هنا الذين أساءهم أن يكون في مصر مجلس تشريعي، أن يكون في مصر تجربة ديمقراطية، أن يكون في مصر حرية واستقلالية في اتخاذ القرارات السياسية والتشريعية. تاريخ لازم نقراه. أنا سريعا مجموعة من الصور والصحف جمعها الأستاذ أيمن عثمان في كتاب تراث مصري وأرسلها إلينا، وأنا هذه الصور بشكره جدا على هذا المجهود، وبقول إنه هذه الصور بتعكس كيف استطاعت الصحافة المصرية قبل أن تولد دول أن تعكس وتتحدث عن تجارب متعددة للانتخابات والتجارب التشريعية والديمقراطية في الدولة المصرية. بستعرض وبشكر زملائي زميلي هشام سلام وصاحب كتاب تراث مصري أيمن عثمان الذي أرسل إلينا هذه الصور اللي موجودة أمام حضراتكم، نقدر نشوف هذه الصور نستعرضها. صور بتجعل الإنسان ليس في حالة حنين فقط إلى الماضي، وإنما احترام هذا الماضي والإيمان أننا قادرون أن نتحرك ونصل إلى ما نريد فقط من أجل أن ننطلق إلى ما نريد، ثقتنا في أنفسنا. الصور اللي قدام حضراتكم دي صورة ناخبين موجودين من عشرات السنين، قرابة 100 عام. هذا هو الشعب المصري
اللي كان بينزل في الانتخابات بينزل بهذا الشكل بهذا الزخم. أنا أعتقد أنه الصحافة نجحت، الصحافة المصرية نجحت فيما لم تنجح فيه أو به باقي فنون وألوان الفن. الفن اللي بتكلم بقول أنه حسين صدقي أول فنان عربي بيدخل البرلمان في مجلس الأمة، أول واحد كان قبل ريجن، قبل الرئيس الأمريكي دونالد ريجن انه بقى رئيس امريكا هو ممثل، كان الفنان حسين صدقي اول واحد في المنطقه سنه 61 يدخل مجلس الامه. تخيل كان عندي فن بيفرز فنان له توجهات واراء سياسيه بيتم الاستعانه به داخل مجلس الامه ليمثل مع باقي الممثلين الموجودين النواب الموجودين كل اطياف المجتمع. دي كانت مصر. امبارح لما زعت جزء من أغنية ده وقتك ده يومك يا بنت اليوم، الأغنية اللي لحنها الشيخ سيد درويش وكتبها أمين صدقي ونثر ديبة أحمد 1923، من 100 سنة، من 100 سنة، من قرن من الزمان، المرأة المصرية لها حلم ولها أحلام في أن تشارك في الانتخابات. امبارح الناس اللي اتفرجوا على الأغنية وناس كلمتني كتير جدا، انتوا جبتوها منين؟ لأنه الفن المصري في مجال الغناء والموسيقى والشعر سجل ووثق فترة رائعة، أغنية واحدة بس لمدة دقيقتين، استطعنا من خلال هذه الأغنية إن احنا أفتكر وفرت واختزلت حاجات كتير جدا. كيف كانت المرأة المصرية من 100 عام؟ الصحافة نجحت قدامنا شايفين، استعرض لي يا هشام لو سمحت يا وليد، الصحافة وهي بتشارك في توثيق فترات تشريعية كانت ربما اهو قدامنا صور وقدامنا تحقيقات وقدامنا تغطيات صحفيه. الصحافه المصريه نجحت اهو قدامنا، ده الحاج احمد خشبه في اسيوط، وده حديث لحسين صدقي موجود قدامي. يعني عندي المصريين لهم تاريخ عريق في الانتخابات، احنا مش عندنا تجربه لسه بنجرب، ده احنا عندنا تاريخ تليد مجيد عظيم، لكننا لا نقرأ التاريخ أو لا يقرأ معظمنا التاريخ. الصورة دي رائعة جدا، لو سمحت كبرها لي يا وليد. إن جيت للحق أمينة وراوية أحق، دول مرشحات مصريات منذ كم سنة؟ في الستينيات، في ستينيات القرن الماضي. إن جيت للحق أمينة وراوية أحق، شايفين الصورة؟ طيب أمينة شكري وراوية عطية شايفين الصورة؟ طب شايفين الشياكة؟ شايفين الأناقة؟ طب شايفين اللبس بتاعهم؟ طب شايفين الصور اللي وراهم؟ شايفين الجو؟ دي مصر في الستينات. إن جيت للحق أمينة وراوية أحق، أنا بقول تاني دي صورة، بقول لكل النساء المصريات كنا وللأسف اتجرفنا لكن هنرجع تاني، بقول تاني عندنا صور بتعكس رقي وتطور ومشاركة وإيجابية المرأة المصرية عبر التاريخ. عندنا صور بتعكس عظمة مصر التشريعية والبرلمانية منذ عقود، من 1866. بقول تاني إن الفن عليه إنه ينشط ليكون هو واجهة حقيقية للتوثيق الفني لكل الأنشطة وكل الأحداث والحوادث. لذلك بقول إنه على الفن واجب وعلى الفن دور هام جدا. أغنية واحدة دقيقتين فكرتني واختزلت لي بكل ما جرى. عندي ثورة 19 وعندي ثورة عرابي وعندي ثورة 23 يوليو وعندي فترات وعندي مشاركات، عندي حاجات كتير جدا جدا. المجتمع المصري بيتطور. اللي بيحصل النهاردة بقول إنه كل تجربة لها ما لها وعليها ما عليها، وكل تجربة بتؤدي إلى جزء في البنيان. أنا عندي بنيان، البنيان بيعلو ويعلو وسيعلو. البنيان لما أجي أقول بعمل النهاردة عندي ترميم تشريعي، بعمل عندي صيانة تشريعية، بعمل مجلس شيوخ علشان أنطلق بيه للأمام، يطلع واحد يقول لي ولازمته إيه دلوقتي؟ واحد يطلع يقول لي طب هو ده وقته؟ واحد يطلع يقول لي أنا بقول تاني نعم وقته، نعم ضروري. ليه؟ لأن دي دولة، دولة مش مشروع استثماري. الدولة إنه كل بنيان فيها مهم. بقول حضرتك مش عاجبك الشكل،
بقول لحضرتك المضمون وفكر وبص من أعلى نقطة. إحنا عندنا بنيان لدولة لابد أن يكتمل. عندي تطورات حاصلة وحادثة في الداخل وفي الإقليم وفي العالم تحتم علي أن أواجه وأجهز ويكون بمنتهى الجاهزية للانطلاق. ما تبصش تحت رجليك أرجوك، بص بعيد، اقرأ بعيد، وممكن تقرأ بعيد من ورا، اقرأ حضرتك في التاريخ. من التاريخ ما نستلهم منه تفسير اللحظة الراهنة والاستعداد للانطلاق إلى ما نريد. إحنا عندنا أجزاء، أنا مش هتكلم، ما عنديش المهارة واللباقة إن أنا أتكلم عن التاريخ، لكن عندي صور أبلغ من كلامي وصور أدق من كلامي، وعندي صور عرضتها لحضراتكم من الصحافة المصرية العتيدة العريقة، وعندي لقطات فيلمية، وعندي مجموعة من الأغنيات بتعكس تاريخ. أنا كنت أتمنى أن تكون السينما المصرية العريقة أيضا لها نفس الدور في ترجمة واقع مشرف، واقع مشرف بحق. أنا بقول إنه أنا كل ما أذهب إلى صفحات التاريخ بأستشعر العظمة، العظمة المصرية. تاني بقول اقرأوا التاريخ، من قرأ التاريخ فهم اللحظة الراهنة، ومن فهم اللحظة الراهنة بوعي استطاع أن ينطلق إلى أفاق المستقبل. أنا لن أطيل في هذا الحديث، عندي بعد الفاصل الأستاذ حلمي النمنم الكاتب الصحفي الكبير ووزير الثقافة السابق، والدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لنقرأ معا بعضا من السطور السياسية والتاريخية حول الحياة البرلمانية والحزبية والتشريعية في مصر. فاصل قصير ثم نعود لنواصل هذا الحوار. أهلا بكم في هذا اللقاء وفي هذا اليوم، ونحن نتحدث حول مائدة الإصلاحات التشريعية واستكمال البنيان التشريعي في مسيرة إعادة بناء الدولة المصرية. بيشرفني الآن الكاتب الصحفي الكبير أستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، مشرفني يا أستاذ الوزير. أهلا بك يا أستاذ الشزاح. الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك. حلمي بيه، ما يجري الآن من استكمال للبنيان من خلال انتخابات مجلس شيوخ ليكون هناك غرفة ثانية قوبل بحالة من السخط والهجوم من أعداء الدولة المصرية أهل الشر على مدار الأسبوع الماضي والحالي للتشكيك في جدوى هذا، نرد نقول إيه؟ يعني الحقيقة سيبنا منهم، هم لا يستحقون أن نرد عليهم بوضوح، يعني خلينا احنا ماشيين في طريقنا وبنكمل التجارب اللي مرت بيها المنطقة في العشر سنوات الأخيرة، أو حتى أنا بعتبر من لحظة احتلال العراق من 2003 إلى الآن، بتثبت في مصر وفي المنطقة العربية وفي دول العالم أن الدولة، الفارق بين دولة قوية ودولة ضعيفة أو دولة هشة، أن في دولة مؤسسات ودولة لا مؤسسات. إحنا جنبينا ليبيا، الفرق بين مصر وليبيا أن إحنا كان عندنا مؤسسات حقيقية، أن ليبيا القذافي ما عملش مؤسسات. طيب احنا من 2013 بنستكمل مؤسسات الدولة، عندنا المؤسسة السياسية، المؤسسة السياسية لابد من تقويتها، عماد المؤسسة السياسية هو البرلمان، واحنا دولة لنا تاريخ عريق في هذه المسألة، وكانت اول محاولة لتشكيل برلمان في مصر بدأها محمد علي باشا الكبير سنة 1829 لما عمل مجلس المشورة، مجلس المشورة، وده اللي تطور وبقى البرلمان المصري. ومن دستور 23 كان عندنا غرفتين، مجلس بنفس الاسم، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واستمرينا من دستور 23 حتى 53. ثم لما رجع البرلمان في عهد الثورة سنة 56 بدأ جلساته في أول 57 في عهد الرئيس عبد الناصر، وحتى سنة 80 في نهاية عهد الرئيس السادات كنا بغرفة واحدة اللي هو مجلس الأمة أو مجلس الشعب. صحيح. ثم تأسس مجلس الشورى، والحقيقة أن التسمية كانت لها دلالة، ليها دلالة أنه المرحوم الرئيس السادات
ما كانش بيحب حاجة تفكره بما قبل 52، وبالتالي هو تهرب من تسمية مجلس الشيوخ وسماها مجلس الشورى. وإنه مجلس الشورى إحنا عارفين أن الشورى في النهاية في التعريف السياسي وفي التعريف القانوني ممكن أن لا تكون ملزمة، وبالتالي مجلس الشورى كان فيه دلالة أن ده يعني استشاري، مش بس استشاري، أنه مع الأسف الشديد أخذ طابع أن ده بيعين فيه ناس مكافئة نهاية خدمة أو شيء بهذا المعنى، أو اللي موفقش في أنه يدخل الحزب بتاعه يدخله مجلس الشعب فيرشحه مجلس الشورى وهكذا. لكن مجلس الشيوخ فيما قبل 52 عمل إنجازات ضخمة جدا، وأظن أن مجلس الشورى اللي أسسه الرئيس السادات سنة 80 وحتى انتهى بنهاية الإخوان، أنا تصور الشخص رغم كل الملاحظات والسلبيات والمآخذ لكن أيضا كان له دور مهم وعمل أشياء مهم. نحن نستعيد هذه المسيرة الآن، وبالتالي ما يحدث الآن هو واجب وطني لاستكمال مؤسسات الدولة، ودي مسألة ما فيهاش هزار. طيب مين بقى يقول ومين يعيد من كله لا نتبه، لا يستحق حتى انك يعني ان احنا حتى نلتفت اليهم. اوكي دكتور طارق، الدلالة السياسية لاستكمال البنيان التشريعي بغرفة ثانية، هل هناك دلالة سياسية في ظل التحديات اللي بتحيط بالدولة المصرية؟ هو طبعا نظام الغرفتين في دراسات النظم السياسية أفضل إجمالا من نظام الغرفة الواحدة، ده يعني خلاصة دراسات النظم السياسية إن الدول اللي بتشهد غرفتين بيبقى أفضل من نظام الغرفة الواحدة. الغرفة الثانية يا أستاذ نشأت مرتبطة بأمرين، الأمر الأول هو مسعى حضرتك لجودة التشريعات، جودة التشريعات أن يكون هناك تشريعات تليق بالدولة وتاخد حقها في هذا الإطار. هذا ليس معناه أنه الغرفة الأولى، طبعا هناك لجان متخصصة بتقوم بده، لكن ربما تحتاج إلى تشريعات جديدة. عايز أقول نقطة مهمة في هذا، أنه الدستور ثم التعديلات بدأت تغير كثير من التشريعات القديمة لتليق بدستور الدولة المصرية، بالتالي حضرتك شايف في تشريعات كتيرة بتطلع طوال الفترة الدورة اللي فاتت. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول هو أنه ده يتلائم مع روح الدستور، عندك غابة من التشريعات يجب أن تتغير، ودي نقطة مهمة جدا أن حضرتك هذه التشريعات تجاوزتها المرحلة السابقة طوال السنين الماضية، بالتالي حضرتك داخل في مرحلة أن أنت تعمل تشريعات جديدة وتنقي هذه التشريعات مما شابها من أمور وتتواءم مع نص وروح الدستور، بالتالي محتاج مزيد من الدراسة والبحث. استكمال لكلام معالي الوزير، هنا في نقطة مهمة متعلقة بأنه لابد أن يكون هناك غرفة ثانية تأخذ حقها في دورها. طبعا هذا ليس معناه أن احنا سنجور على المجلس الرئيسي أو الغرفة الرئيسية اللي ليها الحق الأساسي الأصيل في التشريع ومجلس النواب، لكن هو لن يكون مجلس استشاري بمعنى كلمة استشاري أو مجلس بيت مشورة أو بيت خبرة أو زي أشبه بمراكز الأبحاث، إنما هو سيضم تخصصات متعددة في مجالات تحتاجها، بمعنى أنه لابد أن تأخذ الأمور في عملية إصدار التشريعات وقتها. أنا هفكر حضرتك في مراحل معينة كان عندك مجلس شورى، كان عندك مجالس قومية متخصصة، صحيح، فكان بتاخد الأمور أكثر مما في الدراسة، يعني المجالس القومية المتخصصة طلعت دراسات عشرات كثيرة لكنها كانت بدون دراسات ودراسات تنتجها فقط، لا تذهب إلى أرض الواقع ولا أحد يستفيد بها، وكانت موجودة ولا تزال دراسات عظيمة جدا في كل المجالات، وكانت في لجان متخصصة في هذا. فاليوم أنت حضرتك محتاج، هي لسه موجودة المجلس القومي المتخصص؟ لا تم، لا غير تم، لا وبالتالي لا، هو مش بس كده يعني بعد إذنك يا دكتور، أنه مع الأسف الشديد لما حرق مبنى الحزب الوطني المجالس القومية المتخصصة كانت في مقر الحزب. كل الدراسات اللي الدكتور طارق فهمي بيقول عليها، لأن أنا كنت شاركت في لجان الثقافة اللي فيها، كل الدراسات التي أنجزت عبر عشرات السنين احترقت يوم 28 يناير 2011. ما كانتش موجودة مؤرشفة أو يعني في الجهات الأخرى، يعني الجزء الخاص بالثقافة راح لجهات الثقافة، الجزء الخاص بالعدل راح بالعدل، أما إن هي الدراسات اللي موجودة بكل ده مع الأسف المركزية احترق يوم يوم 28 يناير 2011. ده يضاف لجملة الخسائر. طبعا فهي في جزء بقى ده مرتبط بإيه حضرتك، يعني إن النهاردة أنت محتاج إلى جهات متعددة بتشارك في صياغة التشريعات، الدراسات، البحوث،
لتضمن جودة هذه التشريعات في مراحل معينة، وكي لا يكون، مش عايز أقول عوار دستوري أو سياسي، ده أمر طبيعي في لجان متخصصة في مجلس النواب بيعمل ده، لكن أنت محتاج النهاردة تقفز حاضنة هادئة للدراسة، دراسة زائد بقى رسائل تنبيه يا أستاذ نشأت، رسائل تنبيه مهمة للتشريعات، أنك أنت تعمل رسائل تنبيه، رسائل استباقية، تعمل تشريعات تليق بالدولة المصرية، كل ده مهمة هيبقى مجلس الشيوخ في هذا الإطار. طيب سيادة الوزير، عندنا عوار ثقافي فيما يخص الحياة التشريعية وتاريخ الحياة التشريعية وتاريخ الحياة السياسية في مصر. يعني احنا بنتكلم النهارده، عملنا امبارح والنهارده بقول للناس، اول مجلس تشريعي 1824، اول محاولة 29 زي ما حضرتك قلت مجلس المشورة، وصلنا ل 1866 قبل المنطقة ما يبقى فيها دول اصلا. لكن الاجيال الحالية ما تعرفش، هم مفكرين احنا بنقول مجلس شيوخ دي حاجة بدعة جديدة. ازاي نوقظ تاريخنا ونقدمه للناس ببساطة؟ انه نحن بحاجة مش بس في المجال التشريعي، في امور كثيرة جدا الى الوعي بالتاريخ. احنا بلد تاريخه طويل وتاريخه عظيم، لكن بينقصنا وبينقص كثيرين مننا الوعي بهذا التاريخ. وغياب هذا الوعي فضلا عن غياب المعلومات في اشياء كثيرة جدا، ثم تغييب بعضها عن عمد، اظن ان ده بيعمل نوع من التسطيح وبيخلي الناس تتقبل بعض الأمور ويحصل الاعتراضات اللي سيادتك أشرت إليها في البداية. مصر دولة مش قليلة، وإحنا في المسائل الديمقراطية إحنا من أوائل دول العالم في المجال الديمقراطي. نحن مش محتاجين دروس خصوصية يا سيادة الوزير. يا فندم إحنا اللي بندي للناس الدروس الخصوصية، إحنا اللي ندي للناس الدروس الخصوصية. هذا الشعب في مايو 1805 راح عند القلعة ونزلوا الوالي العثماني خورشيد باشا، فلما نزل طلع لهم قال أنا عينت بأمر مولانا السلطان ولا أعزل بأمر الفلاحين، فرد عليه عمر مكرم قال له من حق الفلاحين شرعا أن يعزلوك وأن يعزلوا السلطان نفسه. ووقفوا قعدوا حوالي محاصرين القلعة 40 يوم إلى أن نزل الباشا واختار لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية، اختار الشعب المصري محمد علي، واختار محمد علي وساند بشروط. محمد علي بشروط. بشروطه بشروطه وبتوقيعات. فده في 1805. نحن لسنا بحاجة إلى دروس من أحد في مجال الديمقراطية. احنا مش محتاج أرجع قبل كده في التاريخ منذ، لأنه يعني أنا آسف جدا، في 2011 أنا سمعت حد أستاذ في الجامعة، هو موجود بره دلوقتي، طالع بيقول بكل تباهي كده إنه هذه أول مرة في التاريخ يتحرك الشعب المصري في 2011. بالنسبة له ما قراش تاريخ أصلاً. هو ما قراش تاريخ. أول مرة. هو ما قراش تاريخ. البعيد ما قراش تاريخ. يعني أنا الحياة رديت عليه قلت له أنت متصور أنت ما تعرفش ما يعني. صحيح. ما تعرفش مصر أساساً. فده ما إحناش محتاجين إلى دروس من أي أحد. صحيح. اتنين، خلينا في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، في اللحظة اللي احنا فيها. الأسبوع الماضي لما حصل حريق مرفأ بيروت، طلع الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبناني عمل مؤتمر صحفي بعد زيارة الرئيس ماكرون لبيروت، فما بيسأل دولة الرئيس في كذا وكذا على الديناميت والحدوتة اللي في المرفأ ديت، نترات الأمونيا، فرد عليهم رئيس الجمهورية قال لهم ايه؟ صحفي بيقول له يا فندم انت كنت عارف ما شلتهاش ليه؟ قال له ما عندي صلاحيات. صحيح. لماذا ما عنده صلاحيات؟ لان هناك عوار دستوري. لان هناك عوار دستوري. اما نبص على تونس جنبينا وحالة الشلل الحكومي اللي موجود، حكومة راحة وحكومة جاية وما فيش، لان هناك عوار دستوري. نحن من الذي ينبه إلى العوار الدستوري إن كان هناك عوار دستوري؟ رئيس الجمهورية بحكم منصبه قاعد عنده شغل التنفيذي، رئيس الحكومة عنده شغل، البرلمان بوضوح شديد جدا عنده مهمة التشريع وعنده مهمة الرقابة على الحكومة، على الأداء الحكومي. من الذي ينبه الدولة إن في خلل ما في هذه المنطقة؟ في الدستور، في القوانين، في زي ما حضرتك بتقول في الوعي التاريخي، في الجامعات، في 60,000 حاجة. بيت حكمة اللي هو مجلس الشيوخ بيت حكمة. وأنا سعيد أنه عاد بهذا الاسم.
صحيح. مجلس الشيوخ صحيح. انه يعود بهذا الاسم، وانه في درجه الحراره الرهيبه والرطوبه العاليه وفي ازمه الكورونا ان المصريين ينزلوا صوتهم، هذه رساله ان المصريين يصرون على الحفاظ على دولتهم وعلى بناء مؤسساتها. صحيح. لان احنا بنستكمل المؤسسات الاقتصاديه في مشروع وطني شغال في البلد كل يوم شايفين ده، لكن بحاجة أن نطور المؤسسات السياسية. صحيح. ودي خطوة مهمة إن شاء الله سوف تعقبها خطوات أخرى. دكتور طارق، يعني وحب نتكلم مجلس شورى القوانين، مجلس المشورة، مجلس الشيوخ، وبعدين مجلس الشورى تاني، مجلس الأمة، مجلس الشعب، وبعدين مجلس النواب. المسميات مش عبث، أعتقد مرتبطة ولها دلالة بالحقب التاريخية اللي كانت موجودة فيها. صحيح. يعني قبل أيام الملك وايام الخديوي وبعدين الملك وبعدين ايام ثوره 23 يوليو عبد الناصر وبعدين السادات وبعدين دلوقتي، اعتقد ان في علاقه ايديولوجيه بالفكر الموجود بالظروف الموجوده. ممكن برضو عشان الناس تقول هو احنا بندلعها، يعني مجلس الشورى نخليه مجلس شيوخ، طب مجلس الشعب نخليه مجلس النواب، طب ايه؟ لا هو الفلسفه ولا عارف ضبط المصطلحات؟ لا هو طبعا هو ضبط المفهوم في السياسه ليه دلالات معينه، يعني كل مفهوم أكيد في السياسه ليه معنى، يعني بيدي دلالات ومعاني اخرى لو ما استخدمتها حضرتك في غير سياق. لكن انا بس عايز اقول نقطه مهمه، انه استدعاء كلمه مجلس الشيوخ هي كانت شبيهه معالي الوزير بالفتره اللي قبل 52 1966 كان اسمه شيوخ. طبعًا. والفتره دي كانت مهمه قوي لانه كانت بيضم بالفعل كافة الشخصيات والخبرات المتخصصة. بتتكلم مش على تكنوقراط بقى يا أستاذ نشأت، بتتكلم على فئات مختلفة في هذا التوقيت. دلالة التوقيت ده دلوقتي هي دي مرتبطة بهذا الحدث. النهاردة المطلوب لتطوير الحياة السياسية في مصر إنك أنت تفعل مؤسسات الدولة. احنا لم يحدث انقطاع في المشهد السياسي، انتخابات مجلس النواب قادمة، ففي استكمال بدون انقطاع. ومجلس الشيوخ هو أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية. صحيح. ففي رسالة في عدم انقطاع المشهد السياسي الحمد لله في ظل حضرتك توقيت غاية في الخطورة. النهاردة في أكثر من 28 دولة في العالم أجلت انتخاباتها، سواء كانت انتخابات تشريعية أو انتخابات برلمانية وانتخابات بلديات ومحليات. والرئيس أكبر دولة في العالم أمريكا بيطالب بتأجيل الانتخابات. أنت بتجري هذه الانتخابات بتنقل رسالة للخارج بأنه هذا بلد مستقر وآمن وهناك فرص اقتصادية واعدة. عايز أقول لحضرتك قبل الانتخابات ب 48 ساعة عديد من بيوت الخبرة الاقتصادية المتخصصة اللي هي احنا بناخد اغلبها شغلنا كاكاديميين في ثناء كبير جدا على وضع الاقتصاد المصري حتى بعد أزمة كورونا. صحيح. ان الاقتصاد لديه معطيات كبيرة للانطلاق وانه هيتعافى من هذه الاحداث وفي رصد لهذا. هذا متزامن حضرتك مع اجراء الانتخابات بهذه الصورة، بتدي مصداقية انك في اقليم مضطرب بكل ما فيه. الدول في الإقليم كلها في حالة توتر كامل، جزء منه مرتبط بعدم إتمام العملية السياسية بأكملها. بعض الدول بتشهد موجة ثانية من عملية التغييرات السياسية اللي هي تعلم تفاصيلها. هناك تحركات لمستشرقين يهود في الإقليم. صحيح. زاروا ليبيا، راحوا تونس، بيتحركوا بيدرسوا المشهد. فأنت الدولة المحورية الرئيسية في الإقليم المستقرة بتجري انتخابات وبتتطور وعندك إمكانية تتطور للأفضل بهذه الصورة. فأنت بتنقل رسالة للعالم من خلال إجراء الانتخابات مجلس الشيوخ بالرسالة السياسية والاقتصادية والأمنية، لأنه دي مهمة جدا أن العالم يشوف مصر في هذا التوقيت. مع الوزير، هل خلال الانتخابات الحالية لانتخابات مجلس الشيوخ وفي ظل الظروف الصعبة اللي كلنا متفقين عليها غير التقليدية، شهر أغسطس صعب جدا، امتحانات بعد الامتحانات والاجازات وغيره، السنة العامة والكورونا والثانوية العامة وتقديم للطلبة بالثانوية العامة، يعني جملة الظروف صعبة جدا. لكن عندي انتخابات خلال أسابيع، انتخابات مجلس النواب إن شاء الله في شهر 10، فبالتالي في شهر أكتوبر، فبالتالي عندي موسم انتخابات بيتبعوا المحليات. هل ما زال هناك خوف من تسلل هؤلاء الذين يعبثون في ثوابت هذه الأمة وأعي أهل الشر من الإخوان وغيره عبر دخولهم في أحزاب بشكل أو بآخر مكودين سياسياً؟
لازم ننتبه لده بس ما يقلقناش. ما يقلقناش ليه؟ أنه مفروض عندنا منظومة تشريعية وقانونية هتكشف من يخالف توجهات الدولة المصرية وتوجهات الأمة المصرية. إن إحنا وده اللي إحنا كنا بنقوله في أهمية مجلس الشيوخ، إنك أنت طالما عندك قوانين وقوانين صارمة وبتطبق وعندك نصوص دستورية حاكمة، هيبقى اللي بيلعب هيبان ويتكشف. أنا عارف يعني عندي الآليات اللي تستطيع عندك فرز. عندك الآليات التي الآليات مثلا في مجال الإعلام، ما هو أنت عندك في مجال الإعلام في الآليات التي تستطيع أنك أنت تتبين بيها كل واحد واقف فين، في المجال القانوني، في المجال التشريعي، في المجال السياسي. ثانيا، ما هو احنا بنقول لازم يبقى في احزاب عشان كده. انا عندي 104 حزب. امبارح كان قاعد مكان حضرتك وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان وقال لي عندنا 104 حزب. انا هو بيقول لي بيقترح انه الاحزاب اللي غير ممثله في البرلمان حتى بمقعد واحد تتحل، لانه خايف انه حد من هؤلاء يروح ياجر في حزب مفروش. ده كله ده وارد. واهل الشر ما بيغلبوش، خاصة ان اهل الشر اللي احنا بنتكلم عنهم في جزء من مبادئهم في الحياة السياسية التورية والتخفي التقية اللي هو او الباطنية، ان هو يظهر شيء عكس ما يبطن. صحيح. وده وارد، لكن ده في هذه الحالة المثل المصري العبقري بيقول عرفته فلان، عرفته عشرته، يقول لك لا احنا عشرناهم بقى. فاحنا عشرناهم المجتمع اللي عشرهم، المجتمع المصري. صحيح. بقى عشرهم، وانا اسمح لي في هذا التعبير وارجو ان ما يكونش فيه تجاوز، المجتمع المصري بيشم ريحتهم على بعد دلوقتي، لانه هذه المره الازمه مع المجتمع المصري مش مع السلطه والحكومه، مش مع، يعني هم زمان كانوا بيحاولوا ان يصوروها مظلومية. انها مع السلطه. صحيح. فكره المظلوميه او المحنه، هذه المره انت ازمتك رقم واحد مع الشعب المصري، لأن الذي أضير هو الشعب المصري، الذي قتل ودماؤه سالت هم أبناء الشعب المصري. صحيح. دي مسألة مش هزار، والمصريين ما بينسوش الدم أبدا أبدا. إحنا دم ولادنا اللي أريق في سيناء واللي أريق في الشوارع، منهم إحنا عارفين مين اللي قتل ولادنا. صحيح. والمصريون لا يسامحون في الدم أبدا أبدا، واللي مش فاهم ده يفهمه. صحيح. صحيح. اللي مش فاهم ده، المصريين لم يسامحوا إلى يومنا هذا من نفذوا حريق القاهرة، ولم يسامحوا إلى يومنا هذا ولن يسامحوا اللي نفذوا حريق وضرب الإسكندرية في يوليو 1882. اللي مش عايز يفهم ده ما يفهمش. دي قضية مش فاهم الشعب المصري، مش فاهم الشعب المصري. وبالتالي احنا في هذه اللحظة الشعب المصري لماذا حول طومان باي إلى رمز، رغم أن طومان باي قائد مهزوم؟ لماذا حوله الشعب المصري إلى رمزي وبقى اسمه باب المتولي على اسمه، بوابة المتولي معمولة على اسم طومان باي؟ لأنه المجرم سليم الأول شنقه حين احتل مصر على رمزي. صحيح. صحيح. والشعب المصري رغم أنه أن طومان باي مات مهزوما ومقتولا، لكنه دافع عن مصر وبيحتفى به إلى الآن. من 1517 احنا بنتكلم 503 سنة، وبالتالي الشعب المصري ما بينساش ابدا. احنا دمنا اللي سال في سيناء دام على ايدي جماعة الاخوان، سال على ايدي جماعة الاخوان. حوادث الارهابية في كل مكان وحرق الكنائس وغيرها، هذا تم بايدي الاخوان، فلن ننسى ولن نسامح ابدا ابدا، لا النهاردة ولا بكرة ولا بعد 50 سنة ولا بعد 100 سنة. مع الاسف الشديد في السنوات السابقة ما قبل 2011 الشعب المصري ما كانش اللي هو اللي سامح، اللي سامحت السلطة المصرية. صحيح. إنما الشعب المصري ما سامحش. أنا والله لن أنساه، لن أنساه في التسعينيات في حادثة إرهابية في إحدى قرى الصعيد، راجل عجوز قال لي يا أستاذ إحنا مش كنا خلصنا من دول من أيام حسن البنا، إيه اللي رجعهم تاني؟ إيه الحكومة العبيطة اللي ترجع دول؟ مواطن مصري في قرية في أسيوط، لما كنت بغطي حوادث الإرهاب وقتها ميدانيا. الشعب المصري ما بينساش، ما بينساش وعنده وعي، الشعب بنراهن عليه في ما بينساش الحاجة. ما بينساش. وإلا هم مش كانوا بيقولوا احنا قاعدين 500 سنة؟ صحيح. صحيح.
يوم 23 يونيو 2013 طلعت مجلة وفيها أحد الإسلاميين التائبين اللي كانوا في السجن وخرجوا قال أنا مش موافق إن الإخوان هيقعدوا 500 سنة ولا 200 سنة، هم عبط، هم قدامهم 60 سنة. في أسوأ التقديرات، في يعني، وده كان الايه المتشائم قوي، قدامهم 60 سنة والمجلة لسه موجودة والمتحدث ما زال على قيد الحياة، لكن ما قعدوش 60 ساعة بعدها لأن الشعب المصري قال فاطن لذلك. طيب دكتور طارق، هل توافقني أن هناك حالة استيقظنا عليها، وهي أنه للشباب كلمة الآن، للشباب حضور الآن، للشباب مشاركة الآن؟ أجد في كل الفعاليات السياسية للشباب دور فجأة، أجد تنسيق شباب الأحزاب، أجد شباب في البرلمان الحالي مجلس النواب، كمية شباب موجودة، الشباب أخذ موطئ قدم في كل الفعاليات السياسية بشكل كنا نتمناه. شايف مستقبل مشاركة الشباب إزاي؟ هو طبعا قولا واحدا الفضل في ده للسيد الرئيس، لأنه في البداية اتكلم السيد الرئيس على الشباب وكانت هناك أفكار مقترحة حتى قبل موضوع البرنامج الرئاسي وقبل تنسيقية الشباب الأحزاب، وكانت في فكرة لعمل مفوضية للشباب لو حضرتك تذكر وقتها السيد الرئيس طرح هذه الفكرة. اليوم يعني أنا أعتقد أنه الشباب بياخد فرصة جيدة جدا، يمكن النماذج الصاعدة في التنسيقية شباب واعد وأنا أعرفهم كلهم تقريبا وأعرف فكرهم، يعني خطوة جيدة هدفها أنا في تقديري كأستاذ سياسة هي إحياء المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية. أنت بتكلم معالي الوزير على امبارح على 104 حزب والأفكار الخاصة بالأحزاب، الأحزاب في مصر تجاوزنا فكرة الكم يا أستاذ نشأت، أنت صحيح. بتتكلم على أحزاب غير مؤثرة، وكانت في أفكار خلاقة طرحت في مراحل معينة أن الأحزاب ذات البرامج الواحدة تندمج أو تأتلف أو تتحد وتبقى في صيغة قوية، لكن إذا أن الأحزاب قادتها رفضوا وحصلت انشقاقات كثيرة ودخل رجال بعض رجال الأعمال على الخط وفي أمور كثيرة إحنا بنسميها جزء من أمراض الحياة السياسية الحزبية في مصر والتي لم تصل بيها إلى أي حلول. النهاردة نقطة من أول السطر، النهاردة عندك هذه الأحزاب، إحنا ضد فكرة شطب الأحزاب وإنما إعادة تهيئة الأحزاب وهيكلتها مرة أخرى. هتقول لي إزاي؟ احنا عندنا افكار بسيطه في السياسه بنقول لحضرتك ان الحزب الذي لا يحوز على نسبه مره او اتنين نتفق على الاليات، يعني يتم حله. تمام، يتم حله او سحب الترخيص لمده مؤقته الى حين حضرتك تقدم برنامج جديد ويعاد تدوير دورك مره اخرى بصوره او باخرى، لكن ما فيش حزب بيعطى شيك على بياض بهذه الصوره ونصل الى هذه العمليه. وبالتالي استكمال للكلام معالي الوزير في حتة جزئية، مع احترامي انه الجيل الثاني والثالث من جماعة الإخوان المسلمين ومن بعض التيارات الإسلامية في جزء مما لا يجب ان احنا يعني نستبعده من التحليل، العناصر هذه موجودة، اما موضوع تسللها للأحزاب حدث ولا حرج. انا على سبيل المثال تابعت بعض الشخصيات المتقدمة في بعض المحافظات بما فيها اسكندرية استاذ حلمي مع احترامي، تمام، وشفت التعليقات من شباب، يعني سيب حضرتك من المظهر او الشكل، لكن هناك مخاوف حقيقيه ودعني اصارحك استاذ نشأت من تسلل بعض العناصر. في اليات وفي ضوابط وفي كل ده كويس جدا، لكن انا النهارده هناك مخاوف من تسلل بعض هذه العناصر بما يضر الحياه السياسيه في مصر. مش هفتح موضوع الاحزاب الدينيه لان ده موضوع شرحه يطول، لكن هو هناك مخاوف من هذا الأمر بصورة أو بأخرى، لأنه النهاردة إذا أردت، أنا بكلمك في إطار الصراحة، صحيح. إذا كنت تريد أن تبني حياة سياسية في مصر فيجب أن تحدد الضوابط لممارسة العملية السياسية، وممارسة العملية السياسية لا تتطلب أن أنت تدخل الدين في الحياة السياسية الحزبية تحت أي مسمى. مع التأكيد أن إحنا هنا بتكلم مع حضرتك في جزئية مهمة، أنه تصويب الحياة السياسية في مصر لا يتطلب أن أنت تأمن مع عدم تسلل هذه العناصر، لأنه في جزء منها مسؤولية أمنية، ده جزء من الأمن هو اللي بيعمله كأجهزة أمن، لكن نحن لا نعلم النوايا. إذا كانت هناك بعض الشخصيات تسللت عشرات أيام الرئيس مبارك وتم السماح ليهم بصحف وكثير من التفاصيل المزعجة اللي حضرتك تعلمها ومعالي الوزير يعلمها، تمام،
وفي ترضيات تمت وما إلى ذلك، ووصلنا إلى هذا المشهد. وبالتالي القضية ليست في بناء مظلومية جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، هناك مخاوف حقيقية يجب أن تطرح بصراحة في هذا الإطار. إذا أردت أن تبني حياة سياسية حقيقية وأن يمارس الناس السياسة، هذه الشخصيات بصورة أو بأخرى وحتى الدعاة وحتى الذين بيعملوا بالعمل السياسي عليهم أن يعودوا إلى مواقعهم الدينية، لا علاقة لهم بالسياسة. أنا كراجل أستاذ سياسة أنظر إلى بعض الشخصيات التي تريد أن تمارس العملية السياسية تحت سقف ديني أو غير ديني بالصورة يعني فيها أنصاف حلول وأشباه خيارات، هذا سيضر بالحياة الحزبية في مصر، لأن الأمور هنا يعني تحتاج إلى ضوابط ومعايير. طيب مع الوزير كيف نبدل هذه المخاوف؟ هنرجع لنقطة البداية، القوانين، إن إحنا وده دور مجلس الشيوخ القادم. أيوة. احنا بدانا بالظبط انه نحن بحاجه لاستكمال المنظومه التشريعيه والقوانين اللي عندنا. الدستور فيه مواد كثيره جدا، دستور 2014 لم يتم تفعيلها الى الان، لم يتم تفعيلها لانه البرلمان فعلا في هذه الدوره كان مشغول جدا وامامه مهمات ثقيله جدا. ان احنا مثلا الدستور بيتكلم عن مفوضيه لعدم التمييز، ما انت لو عملت مفوضيه لعدم التمييز وفيها قوانين صارمه هتضمن انها امثالها، ولا مش بس مش هيتسللهم، لا انت تقدر تحاكمهم، انت تقدر تحاكمهم وتحاسبهم وفق هذه القوانين. الدولة في الاساس ايه؟ قانون وتشريعات. ان احنا يعني الدكتور طارق بيتكلم انهم في زمن الرئيس السابق مبارك تسللوا، هم لم يتسللوا، هم دخلوا بسماح قولا واحدا، قولا واحدا هم دخلوا بسماح. ال 88 اللي دخلوا في 2005 دخلوا بسماح، وهناك تصريح شهير لرئيس الوزراء وقتها الدكتور احمد نظيف قال هذا بوضوح، قال احنا سبناهم في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه، في المرحله الثالثه ما سبناهمش، سبناهم. وبالتالي احنا عندنا في مصر اجهزه امنيه قويه جدا واجهزه رصد، وعندنا تحليلات طبعاً قويه جدا. طب احنا ليه نخلي العيب على الاجهزه الامنيه؟ ما احنا بنحمل هنا علشان كده يعني الاجهزه الامنيه ده جزء من دورها، لكن في النهايه الاجهزه الامنيه لانه الحقيقه قضيه مواجهه اهل الشر والتطرف اخر حاجه فيها ينبغي ان تكون الاجهزه الامنيه. صحيح. اثنين، ينبغي على الجميع ان يفهموا في سائر المؤسسات انك انت والله لما تتصدى لهذه التيارات انت ما بتجاملش الدولة او انت لا تؤدي خدمة للنظام، انت تدافع عن الوطن وانت تدافع عن نفسك في المقام الاول، لانه ما هو النظام ممكن يجي في لحظة ويتصرف وعنده طرق كثيرة للتصرف، لكن نحن نريد دولة مدنية ودولة القانون. دولة مدنية يعني ايه؟ يعني ما يبقاش فيها تمييز، ما يبقاش فيها افكار عنصرية. صحيح. هنروح بعيد لي ألمانيا، مش كان عندهم هتلر والنازية؟ صحيح. بعد الحرب العالمية الثانية وضعت قوانين صارمة. أنت في نهاية الأمر الآن في ألمانيا لو واحد طلع حط صورة لهتلر، صورة لهتلر أو اتحطت في جورنال، يتسحب منه الترخيص فورا ويتحاكم. لماذا؟ لأن هناك قوانين صارمة. اتنين، اللي عمالين بقى بيتكلموا عن الديمقراطية والحرية، لا يوجد مجتمع ليست لديه خطوط حمراء، لا توجد دولة ليست لديها خطوط حمراء، كل دولة عندها خطوطها الحمراء، احنا عندنا خطوطنا الحمراء. خطوطنا الحمراء ان مفيش تمييز ومفيش عنصرية لا على اساس ديني ولا على اساس عرق ولا على اساس جنسي، واحنا شايفين المنطقة حوالينا ده الهوية بتاعتنا نحافظ عليها. احنا هو طب والاحزاب الدينية يا استاذ حلمي، ما هنا في مشكلة. ده الاحزاب الدينية ده محتاج يعني ده محتاج نرجع للدستور ونشتغل صح. ما هنا حضرتك المشكلة في إيه؟ حضرتك بتأكد على فكرة مدنية الدولة. مدنية الدولة دي كلنا متفقين عليها، ودي لها أسس وركائز يجب للجميع أن يعمل عليها. صحيح. أستاذ نشأت، لكن المشكلة الخطيرة هنا إنك استدعاء الدين، أنا بتكلم عموما بقى، استدعاء الدين وتديين الحياة السياسية في مصر، إن صح تعبيري تديين الحياة السياسية في مصر، لا يخدم التجربة السياسية. ليه؟ لأنه في وقائع سابقة، يعني أنا مع احترامي وتقديري لفترة السماح للجماعة الإخوان المسلمين في مراحل معينة بممارسة العمل السياسي والسماح لهم بدخول مجلس النواب، وكانت لهم صحف كما تعلم حضرتك، وكان لهم نشاط موجود والدولة تركتهم، وحواريين وأتباع واقتصاد وما دولة داخل الدولة. اليوم النهاردة حضرتك
بتقول للأجهزة والمؤسسات اللي الدولة اللي فيها هذه العناصر ليها دور في هذا. أنت عايز تبني مناعة جديدة للدولة الوطنية في مصر. المناعة دي مش هتتم حضرتك بمجرد تشريعات. هنا الدولة قوية في مصر، الدولة قوية والدولة لديها وسائل ردع كبيرة عند الضرورة يا أستاذ نشأت تقوم بها. لكن في النهاية إحنا بنتكلم على بناء صحي لبنية نظام سياسي طبيعي. انتخابي بدون تدخلات خارجية. انت بتكلم هنا حضرتك على ايه؟ انه يبقى في بنية اساسية لنظام سياسي كامل. احنا النهاردة كل التاريخ اللي عرضه معالي الوزير صحيح، مصر بيها كان كل هذه الاحزاب، مصر كان فيها عشرات من الاحزاب، كانت الحياة السياسية سرية للغاية. صحيح. النهاردة احنا بنبني على التراكم اللي قال عليه معالي الوزير، بس انا النهاردة ما بحسبهاش كم وكيف. انا عندي كم حزب في مصر يقدر يخوض التجربة السياسية بالكامل، خصوصا في مجلس النواب. يعني انا ضد ان حضرتك تقول انه دي بروفة لمجلس النواب. لا، مجلس الشيوخ مش بروفة لمجلس النواب يا استاذ نشأت. كل انتخابات لها ظروفها المختلفة. انت هتفرز افضل وجوه للدولة المصرية. المجلس النواب اللي فات اتعرض لعمليات انتقادات وتحفظات كثيرة، رغم كان فيه عشرات ولا يزال فيه اسماء يعني ممتازة ومتخصصة، لكن ما كانش الاعلام عارف. انت كنت بتعرض لحالات معينة. النهاردة مصر فيها إمكانيات هائلة، سواء كان في الناس اللي داخلة في مجلس الشيوخ أو اللي داخلة هتدخل في مجلس النواب. إحنا مصر دولة كبيرة زي ما قال معالي الوزير، مصر دولة كبيرة فيها إمكانيات وكوادر كبيرة تليق بالدولة المصرية. فالنهاردة كل ده إحنا بنتكلم من أجل تصويب شكل النظام الحزبي في مصر. ده مهم جدا. سيادة الرئيس طالب أكثر من مرة إن يكون فيه اندماج زي ما حضرتك قلت الافكار المتشابهه. طيب. والبرامج المتشابهه. طيب انا بقى هذكر حضرتك، والسيد الرئيس دخل في حل مشكله في حزب الوفد. ماذا جرى بعدها بايام؟ ما هو اذا كان الشيء بالشيء يذكر. تمام. حزب الوفد تحديدا، انا مش هتكلم بقى هنا في ظاهره الانشقاقات اللي جرت في الاحزاب ودخول بعض رجال الاعمال وما الى ذلك. ده بيحصل في كل دول العالم. يعني النهارده رجال اعمال موجودين في كل دول العالم في الاحزاب، وظاهره الانشقاقات موجوده وظاهره صحيه على فكره، ما فيهاش اي مشكله اذا كانت بتتم في اطار النظام السياسي. لكن النهارده حضرتك في فرصه جيده ان انت تفعل النظام السياسي باكمله، مش مجلس الشيوخ فقط ومجلس النواب والحكومه. دي مؤسسات قوية يجب الانتباه ليها، لازم يبقى ليها دور سياسي. النهاردة احنا مش بنتكلم في مؤسسات على المستوى النظام او على الستراكشر، انا بتكلم على الفاعلية، ان الناس تشعر بحياة في حياتهم بمؤسسات سياسية. اما تمشي جنب مجلس النواب تحس ان هذا المجلس بيقرر حياتك وحياة اولادك. اما مجلس الشيوخ يدرس تشريعات جيدة تليق بحضرتك يبقى ده مجلس فاعل. صحيح. الحكومة لو حاضرة في حياة المصريين. النهاردة الحكومة أدت بشيء جيد جدا في أزمة كورونا وما تلاها. الحكومة في تناغم كبير، كل ده فايدة للدولة المصرية. صحيح. مع الوزير الوقت دهمني، المواطن في مواطن بيسألك بيقول لك أنا هستفيد إيه من البنيان السياسي اللي انت بتكلم عليه؟ هيستفيد المواطن من هذا البنيان انه هيضمن ان حقوقه تصل اليه، انه المشاكل لا تترك حتى تستفحل. وانا هتكلم بمنتهى الصراحه، لو كانت لدينا مؤسسات سياسيه فاعله في العقود الماضيه، هل كانت مشكله العشوائيات ستصل الى ما وصلت اليه؟ مستحيل، استحاله. طيب لو كانت لدينا مؤسسات سياسيه فاعله، هل كان النظام التعليمي سيصل الى ما وصل اليه؟ قولا واحدا لا. طيب احنا في ازمه كورونا، والحقيقة لابد أن ننحني لأداء الدولة المصرية في هذه الأزمة. دول كبرى ودول عظيمة انكشفت وانكشف نظامها السياسي وواعد. إحنا قدرنا نقف على رجلينا، قدرنا نقف على رجلينا بحاجتين، بالمنظومة الصحية اللي عندنا، لأنه الحكومات منذ 2014 اتجهت إلى ملف الصحة، وفي الفترة من 15 إلى 18 اللي هي فترة حكومة دولة الرئيس المهندس شريف إسماعيل، أضيف إلى المنظومة الصحية 74 مستشفى دخلوا الخدمة في صمت وفي هدوء. الإعلام لم ينوه لذلك دون دقيق، دون أي شيء. لكن أتصور أن هذه 74 أو 75 مستشفى التي دخلت الخدمة هي التي ساعدتنا في أن احنا قدرنا نقف على رجلينا في أزمة الكورونا. صحيح. ونخرج منها بأقل قدر من الخسائر. وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي، شوف كمية الحملات والسخرية التي تعرض إليها لما قال التابلت، وقبل كده الوزير الدكتور هلال الشربيني والتريقة اللي خدها بالتابلت والتابلت والتابلت والتابلت. طيب لو احنا لولا هذه الخطوة في مجال التعليم
كنا قدرنا ندخل ولادنا يدخلوا امتحان الثانوية العامة ونعمل مكتب التنسيق في ظل الكورونا ولا كانت اتأجلت؟ كانت الدولة اتأجلت. إذن هناك شغل في أشياء كثيرة جدا. لما يبقى في المؤسسات السياسية مكتملة وهتشتغل وتتناغم مع ده في قضايا كثيرة زي الضرائب، زي الاقتصاد، زي المرتبات، زي المعاشات، ناهيك بقى عن القضايا الحياتية اللي هي صحيح. إنه طبعاً. المواطن المصري طوال عشرات السنين إيه مشاكله؟ مشاكله في الأساس ما كانتش والله إن حكومة ضده ولا إن نظام ضده ولا إن رئيس ضده، كانت مشاكله البيروقراطية المصرية صحيح. المتكلسة في المكاتب. أنت النهاردة بتفور هذه البيروقراطية وبتعمل تحديث لأجهزة الدولة والرقمنة إنك أنت في النهاية، وده بنشوفه في الدراما كتير، ما أنتش محتاج والله علشان تقف في طابور أسبوع في مجمع التحرير عشان تطلع بطاقة شخصية أو تطلع رخص، أنت النهاردة ممكن تطلعها من بيتك. هو ده المؤسسات السياسية مفروض أنها تنبه الدولة إلى ده وتشارك في ده. ثانيا الدولة ما بتقفش على رجل واحدة، يعني أنا لما يبقى عندي مؤسسة عسكرية قوية ومؤسسة أمنية منضبطة ومؤسسة العدل موجودة و و و الأخر والمؤسسة الاقتصادية بتشتغل وعندي مؤسسة التشريعات فيها خلل، كل ده ممكن يقع في سنة. كل ده ممكن يقع لازم يبقى في تناغم ما بين لابد ان يبقى في تناغم وده موجود. واحنا عندنا مشكله، نرجع لدستور 2014 في مطالب كتيره قدمها الدستور والى الان لم تتحول الى اللي هو اللي كان بيقول عليه الدكتور طارق غابه القوانين اللي موجوده. احنا عندنا قوانين من القرن 19 ما زالت شغاله، حتى كله اتغير بقى ده مفترض هيتغير، كله لازم يتغير. نعيد البنيه التشريعيه، في تشريعات ما احنا ما لحقتش التشوهات الموجوده التشوهات. انت مثلا يبقى ازاي عندك في الدستور ماده بتتكلم عن عدم التمييز والمساواه بين المواطنين، وانا مكلمني مواطن امبارح ابنه واخد الثانويه العامه ومن ذوي الاحتياجات الخاصه وجايب مجموع كبير ومش عارف يدخل جامعه لان القوانين بتقول لا ما يدخلش، القوانين القديمه كده. ده يفسر استاذ نشأة النقطه اللي حضرتك اشرت اليها في البدايه، انه ليه التشريعات كانت كتيره في المجلس اللي فات. المجلس اللي فات الناس كانت بتلهس، لا المجلس بذل مجهود جبار الحقيقه، مجهود كبير الحقيقه كتير، واللجان اشتغلت الدستور لقوانين لترجمته القوانين وقوانين تليق مع بالدستور وتتماشى مع روح الدستور، لان صحيح. حضرتك التضارب ده كان بيعمل مشاكل بالظبط كده، وكان بالتالي هيعرض لايه لعمليه العوار الدستوري، فكل ده بيتعالج صحيح. لكن المجلس للامانه قدم عليه والأمانة والحكومة أدت في أزمة كورونا بصورة جيدة، يعني يجب أن احنا نوجه الشكر للدكتور طبعا المهندس مصطفى مدبولي، عمل شغل والحكومة عمل شغل جيد مقارنة بما قال معالي الوزير بالدول في الإقليم حوالينا، يعني في دول كبيرة إمكانيات كبيرة العالم كله في العالم، يعني أنا مش عايز أقول ولا أعلم والله، لا مش في الإقليم، احنا يعني مصر احنا لماذا نجحت أنفسنا بالضبط، لماذا نجحت أنفسنا وننكر على نفسنا اللي احنا عملناه؟ طبعا فلازم فرنسا ايطاليا واسبانيا حصلوا طبعًا. انهيار احنا والحمد لله ما حصلناش، والنهارده داخلين الموجات الجديده طبعا نجحت الدوله بصوره كبيره للامانه، يعني لا في هذا الاطار يعني في شغل بيجري ده صحيح. انا سعيد بالحوار، الوقت خلص والحوار معكم حضرتك انت والله معالي الوزير الاستاذ حلمي النمنم الكاتب الصحفي وزير الثقافه السابق، انا بشكرك جدا، شرفتني في هذه الاطاله، ولازم نقعد تاني ان شاء الله وثالث ان شاء الله، والدكتور طارق فهم استاذ العلوم السياسيه شكرا لحضرتك، ربنا يخليك ومشكرتك، شكرا لحضرتك، ان شاء الله نلتقي مره اخرى ان شاء الله. فاصل قصير ونعود لنواصل الفقره الحواريه في المشهد، صالون المشهد، انتظروا. اهلا بكم من جديد في هذا الصالون، صالون المشهد اللي بيطل عليكم خلال الاحداث والحادثات السياسيه في مصر بمناسبه انتخابات مجلس الشيوخ اللي بتمثل استكمال البنيان السياسي والبنيان التشريعي في مصر. كنا على مدار يومين امس واليوم بنتحدث مع مجموعه من النخب، بالامس كانت نخب حزبيه واليوم نخب صحفيه، و هؤلاء الذين يصنعون وعي القارئ من خلال كتاباتهم، من خلال رئاستهم لتحرير مجموعة من الصحف هي الأكبر والأشهر في مصر وفي المنطقة. بيشرفني أن يكون معي في هذه الفقرة من اليمين الأستاذ خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة
الاخبار. اهلا بك استاذ خالد. مشرفني الاستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفه الجمهوريه. مشرفني الاستاذ عبد الرازق. الكاتب الكبير يوسف القعيد عضو مجلس النواب والكاتب، بس الكاتب هي اللي باقيه، خلينا في الكاتب افضل. طبعا الاستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريده الوطن دار الناس محمود. الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق ولحظات، وهينضم لنا الاستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام، وهو وصل بالفعل يعني للتو هيدخل يكمل هذه الكوكبه من الاصدقاء والضيوف الاعزاء. هبدا بالاستاذ خالد ميري من استاذ عبد المحسن وصل. استاذ عبد المحسن وصل، اهلا بك استاذ عبد المحسن سلامة. وصل الان وربما احنا ما يعني لا تعتذر من الضر للنار، بعتذر بشده. الحمد لله على السلامه. شرفني الان استاذ عبد المحسن سلامة، اهلا بك حضرتك استاذ عبد المحسن رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام. الاستاذ خالد ميري، احنا امبارح والنهارده كان عندنا انتاج تجربه تشريعيه ليست جديده، وانما اعيد ما تم تدشينه في 1866. يعني مجلس الشيوخ مع مجلس النواب بنفس الاسم كان 1866، دلاله عوده واعاده تدشين مجلس الشيوخ ليكون بجوار مجلس النواب وتحدث هذه الاكتماليه في الجنون التشريعي. دلالتها ايه في هذا التوقيت؟ الحقيقه اذا كان لها دلاله فهي دلاله على انه هناك رؤيه بتحكم المشهد السياسي الان بانه كان هناك حاجه الى مجلس الشيوخ، والشعب وافى على ده في الاستفتاء الاخير، وافى عليه باغلبيه كاسحه في استفتاء شهد اقبال كبير جدا من الشعب المصري. مجلس الشيوخ ليه دور مهم لاستكمال دور مجلس النواب لضمان سلامة وحصافة كل التشريعات التي يتم إخراجها، سلامة وحصافة كل القرارات التي تصدر عن الدولة المصرية التي ترسم رؤية لهذا الوطن ومستقبل لهذا الشعب في كل ما يمس حياته الحقيقة. فبالتالي هذه الرؤية هي أن هناك مؤسسة سياسية مهمة لم تكن موجودة في السنوات السابقة، وحان الوقت لأن تعود الآن. وأعتقد أنه التجربة هتخلينا نحكم، لكن ما أجمعنا عليه وما أجمع عليه الشعب في الاستفتاء الدستوري الأخير أنه كان هناك حاجة لعودة مجلس الشيوخ. أعتقد أنه إضافة مهمة، وإضافة كنا محتاجينها، إضافة كنا محتاجينها في فترة عصيبة بتمر بها المنطقة كلها وبتحتاج فيها مصر لكل ما تمتلك من خبرات ومن عقول للتفكير في مستقبل كل ما يمس الشعب المصري. أنا أعتقد أنه كنا نحتاج إلى مجلس الشيوخ وعدا مجلس الشيوخ. طيب من الأستاذ خالد مير والأستاذ محمود مسلم، يعني المواطن بيسأله بيقول أنا هستفيد إيه من مجلس الشيوخ؟ لا طبعا هيستفيد، القرار هيكون بيعدي بدل ما بيعدي على غرفة واحدة، القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور خاصة أو ما يحيله رئيس الجمهورية أو الموازنة العامة، كل أو الخطط أو الاقتراحات التي تقدم بدل ما بتعدي على غرفة واحدة بتعدي على غرفتين. خلينا نقول ان دايما في فرق دائما ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب عادة نوابه بيكون يعني ليهم بالإضافة لدورهم التشريعي، يعني هو غلط لكن للأسف موجود، بيبقى ليهم دور خدمي، بيبقوا مهتمين بالخدمات أكتر، بيبقوا مهتمين بالرقابة أكتر أيضا. طبعا من حق استاذ عماد بيكتب مقال واحنا قاعدين. لا لسه ما بداتش، انا شايفك مش بتكتب ملاحظات يعني برضو ما تفكرش هبقى قاعد بتكتف. لا انت بتكتب مقال ملاحظات على كلام خالد ومحمود. هو بيكتب مقال ولا بيكتب افكاره استاذ عماد؟ بيكتب مقال هو، لكن بيكتب مقال لا يصادر المقال. لا 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 هو بيسجل بس النقط اللي معترض عليها. جمال يعمل بالاضافه لنظام الغرفتين ليس تقليد مصري فقط لكنه يعني موجود في كل العالم نظام الغرفتين. زي بقول لك ال 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 الشيوخ بيهتم وبيبقى أكثر دقة وأكثر رحابة، والناس اللي فيه بتبقى يعني أكثر ثقلا، مش متأثرين قوي بفكرة الخدمات والانتخابات وغير ذلك. فبدليل إن في التلت تعيين ده مش موجود في مجلس النواب. مجلس النواب صحيح 5% ممكن تعيين، لكن مجلس الشيوخ التلت تعيين، وده رقم بيدل على انه بيبقى فيه كفاءات نوعيه اكبر، ناس في السن اكثر خبره، ناس علميه بشكل كبير، فبيحصل تكامل ما بين المجلسين، فده كله بيعود على المواطن. انا برضو يعني معترض على السؤال، مش سؤال حضرتك ولكن سؤال المواطن اللي هو طول الوقت
انا استفيد ايه من دي؟ بيحسب بالحته يعني مفيش دوله نظره شامله على بتبني نظام سياسي جديد وبتبني دوله جديده بكل تفاصيلها بعد السنوات الصعبه اللي عاشتها. الناس بتقعد تحسب ان ده هيرجع لي كام. مفيش كده بالظبط. ومفيش مردود في كل حاجه سريع, ومفيش مردود في كل حاجه بشكل كبير مباشر كمان. يعني انت في النهايه الحياه السياسيه عباره عن تفاعلات, والتفاعلات دي بتؤدي لنتائج. وزي ما بقول لك, يعني الناس اللي بتقول ان مجلس شيوخ مش تقليد مصري او مش قاصر على مصر, بس عدد كبير من الدول فيها نظام الغرفتين مش نظام غرفه واحده. صحيح. استاذ عبد الرزاق توفيق, احنا بنتكلم على, انا مش هقضي الحلقه عشان مجلس الشورى, انا مش بتكلم على مجلس الشيوخ او مجلس الشورى, انا بتكلم على حوار مفتوح مع نخب بنتكلم فيها على استكمال البنيان السياسي للدوله المصريه. عندي مشروع بناء دوله. استاذ عبد الرزاق, عندي خلصت التعديلات الدستوريه اللي من نتاج التعديلات الدستوريه هذا المجلس, وعندي انتخابات لمجلس النواب خلال شهر اكتوبر القادم يؤدي في النهايه الى دلاله. هذه الدلالة امام العالم, احنا دوله لا تتوقف ولن تتوقف عند ازمات. عندي ازمات في المنطقه, عندي ازمات في الاقليم, عندي كورونا, عندي ولم تؤجل الامتحانات, ولم تؤجل الانتخابات, ولن تقف مسيره الدوله. دلاله اصرار الدوله على استكمال بنيانها ايه في الاقليم؟ بدايه خليني اخد علق على كلام الاستاذ محمود, وده كلام مهم جدا, اللي هو المواطن المصري مستفيد ايه من مجلس الشيوخ او غيره. اعتقد المواطن المصري لابد عدم النظر للامور بشكل مادي, ولكن بتعود بعائد مباشر. اعتقد ان الفيصل في قوه الدول وصلابتها هو قوه ورساخه الدوله الوطنيه نفسها ومؤسستها. وشفنا كتير المفهوم الدولة الوطنية وقوتها وقوة مؤسستها, ده أصبح منتشر وطالق, ودايما سيادة الرئيس بيأكد على المعنى ده حتى في خطة أو رؤية إنقاذ بعض الدول الموجودة في المنطقة. أعتقد مجلس الشيوخ فرصة وزخب للاستفادة من عقول وخبرات وكفاءات مصرية ممكن تنصهر, زي ما قال الأستاذ خالد ميري, برضو ممكن تساعد عملية في مجلس النواب في مشروعات قوانين, وفي قوانين في أبعاد أخرى ممكن تضاف, لأن دي أعتقد مجلس الشيوخ وخاصة التعيين عقلية أو شخصية مصرية بتعد إضافة كبيرة جدا وتمثل رؤى جديدة للمشهد النيابي في مصر. أعتقد الكلام برضو اللي بتقوله أستاذ نشأت سؤالك المهم, إصرار الدولة في الوقت ده في ظل أزمة كورونا, أعتقد وفي ظل منطقة شديدة الاضطراب ومنطقة ملتهبة, الناس كتير يمكن في دول مجاورة أو في الإقليم بتأجل استحقاقات انتخابية مهمة جدا, لكن واضح أن هناك إرادة سياسية, إرادة شعبية في حالة من الوعي وتجسد قدرة على أن مصر تنفذ إنجازاتها. الثانوية العامة كان في هناك آراء كثيرة جدا, ويمكن حملات كثيرة جدا بتحاول تشكك في قدرة الدولة المصرية على إجراء امتحانات الثانوية العامة, أو زي ما شفنا. لكن الدولة المصرية أنها تنجز هذا المشهد الحضاري بهذا الوعي والإجراءات الاحترازية والانضباط, يمكن أنا شايف يعني ما فيش في الإعلام, احنا شفنا وتابعنا ما فيش سمت مشكلة بسيطة حتى حصلت في المواطن المصري, يعني متبع إجراءات, منضبط, بيؤدي دوره واضح من الاستحقاقات الانتخابية السابقة, يعني ثابت أثارها في أن المواطن المصري يتعلم من الخبرات ومن الدروس, هو حريص في نفس الوقت أن يبعث برسالة في العالم. أنا أعتقد أن اكتمال مجلس الشيوخ هو إرادة الدولة لاستكمال بناء المؤسسات الوطنية, وده بيرسل برضو رسالة لقوة الدولة الوطنية وقدرتها على التفاعل مع التحديات, مع الـ 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 الأبعاد الموجودة في المنطقة. يعني أعتقد تجاوزنا مرحلة الفوضى السياسية اللي كانت موجودة قبل 2013, وانعكست أيضا على انضباط المشهد الاقتصادي والمشهد الأمني والمشهد الاستقرار. مصر دلوقتي بعد مشهد المأساوي للفوضى الانفلات أصبحت تتبوأ طبقا للمؤشر الأمن والاستقرار المرتبة الثامنة في العالم, وقوة الدولة من قوة مؤسساتها. فالمواطن حتى نفسه بيستشعر أنه بيوجد يتواجد في وطن قوي وقادر ولديه القدرة على مجابهة التحديات, الأزمات, التحديات, وما أكثر التحديات اللي موجودة اللي بتحاصر مصر من كل اتجاه. تمام. أستاذ عماد الدين حسين, عطلتك على الكتابة يمكن, لكن في ناس ده هو شايل الأجندة على فكرة. في ناس, أنت كاتب ملاحظات, بس قبل الملاحظات في أصوات خارج مصر
بتمثل أهل الشر دائما ما تهاجم ليس فقط التجربة الحالية وإنما كل تجارب الدولة المصرية على مدار 6 سنوات. كيف نواجه هؤلاء أم زي ما قال الأستاذ حلمي النمنم ما نسمع لهمش؟ لا، طالما ان هو موجود عليك انك انت تسمع ان هو بيقول ايه، مبدئيا مهما فعلت هؤلاء سيظلوا يفعلوا ما يفعلون، حتى لو عملت اللي بيقولوا عليه سيظلوا رافضين، هم خلاص مش عايزين ده فبيرفضوا كل شيء. فبالتالي الرهان على اقناعهم او على تغيير وجهه نظرهم مش هيحدث، لان هو بيبص على زاويه مختلفه تماما وهي رفض كل شيء بغض النظر ان هو كويس او وحش. يعني حتى لو اتحققت حاجه كويسه طبقا للمنطق العام اللي موجود في الدنيا كلها لن يعجبهم ده. وبالتالي انت عندك مسار عليك انك انت تشتغل فيه صح. ايه صح؟ لما انا هشتغل على التوافق الوطني، اكبر قدر من التوافق الوطني، اكبر قدر من البناء السياسي، اكبر قدر من الاصلاحات، اكبر قدر من كل شيء، هو ده اللي بيخلي الـ هذا المعسكر يصاب اكتر ب يعني توتر طول الوقت. انا اتصور انه يمكن ارتباطا بهذا السؤال، لما يجي عندي يبقى في تحالف احزاب كانت لحد فتره رافضه الى حد كبير المشهد السياسي ومختلفه وحاجات زي كده، دخلت في شخصيات سياسيه كانت بره المشهد دخلت. فبالتالي كلما، وده الدرس انا بالنسبه لي النقطه الجوهريه الملاحظه اللي شايفها اساسيه، مجلس الشورى يعني المفروض اضافه الى مجلس النواب ان احنا محتاجين اكبر قدر من التوافق السياسي، اكبر قدر من الانفتاح السياسي. كلما انفتحت سياسيا، كلما كانت فيه اصوات في اطار القانون والدستور والدوله المدنيه، كلما هزمت اهل الشر بالضرب القاضي. لان مثل هذه الاصوات الرافضه، مثل هذه الاصوات المتحالفه مع الخارج احيانا ومع اعداء الدوله المصريه، مش اعداء يعني، في فرق كبير جدا بين انت ممكن تختلف مع الحكومه او النظام وبين انت تناصر أردوغان على وطنك وعلى صحيح. أمتك دي صحيح. مسألة ما فيهاش أي تفاهم، يعني مسألة تقترب من الخيانة العظمى كاملة. وبالتالي هذا أنا اللي شايفه، أنه انتخابات مجلس الشورى ثم انتخابات مجلس النواب، أنه الدولة المصرية دولة قوية جدا لا ينبغي عليها أن تخشى من أي تنوع من أي أصوات مختلفة في إطار القانون والدستور، وبالتالي تعظم هذا الجانب. وده اللي هيضرب الإرهاب، اللي هيضرب أهل الشر، اللي هيقدر يخليك اكثر صلابه في مواجهه تحديات. انت عندك 3 تحديات اساسيه، اثيوبيا ومياه النيل، تركيا ومحاوله الهيمنه على المنطقه، والارهاب الملف المستمر. 3 ملفات دول بتواجههم اكثر وبقوه وانت الدوله قويه والدوله متماسكه والدوله فيها توافق وطني وفيها فهم عام لهذه التحديات. تمام استاذ يوسف القعيد، مجلس استاذ عماد قال مجلس شورى وهو مجلس شيوخ ومجلس النواب ومجلس الشعب ومجلس الأمة ومجلس شورى النواب، هل هذه المسميات واختلافها وتغييرها لها دلالة أم هي ضبط للمصطلحات فقط؟ لا، أنا عايز أقول حاجة الأول. أنا يعني كعادتي عندي حرص أن أنا أروح الانتخابات، ورحت امبارح أول يوم رغم أن قالوا الزخم كله هيبقى تاني يوم اللي هو النهاردة. يعني أنا عايز أقول الانتخابات دي بتعيد الاعتبار لصورة الانتخابات في الأدب المصري. يعني لو جبنا صورة الانتخابات عموما في يوميات نائب في الأرياف بتاعت توفيق الحكيم ونشوفها بتنتهي بصندوق معد للأصوات غير الصندوق اللي فيه أصوات الناس ويتم استبدالهم اللي ترموا في الترعة الترعة أيضا لو شفنا الانتخابات في زقاق المداء بتاعت نجيب محفوظ، رواية نجيب محفوظ، بنلاقي القهوة بتلعب دور ازاي في توجيه الناس وانهم يدوا اصواتهم لمرشح بعينه وانهم يظلموا مرشح قد يكون اكفأ من مجرد الدعاية الانتخابية والرشاوى الانتخابية والكلام ده كله. واحنا فاكرين زيطة صانع العاهات كان بيعمل ايه في الانتخابات وكان بيحولها الى مكاسب يومية في الحكاية دي. صحيح. اخر واحد رصد الانتخابات بشكل جيد جدا يحيى حقي في صور قلمية كتبها عن صعيد مصر، ويعني كلها كانت صور سلبية تماما، سلبية بشكل يعني ان لا ارادة شعب ولا ناس، انها مجرد مسألة بيع وشراء. انا حقيقي بعيدا عن اي كلام ممكن يفسر خطأ، انا كنت موجود امبارح في لجنة في مدينة نصر وقلت ان هذه الانتخابات تعيد الاعتبار، وانتخابات سابقة عليها تعيد الاعتبار لصورة الانتخابات في الوجدان المصري وفي الفكر المصري وفي الروح المصرية. ده رائع. الله يخليك.
يعني انا كنت تسالني لسه اعاده الاعتبار لشكل وصوله الانتخابات، ده مصطلح جديد انا فعلا انا مبسوط جدا بيه. اثنين، فكره ترسيخ الصوره الذهنيه عند الجيل الحالي كانت ناقصه، لان صوره الانتخابات صوره كانت مشوهه في عقول كل الناس. موجود انتخابات يعني تزوير، انتخابات يعني مناورات، لا يقول لك اللي عايزين يجيبوه هيجيبوه يعني مثلاً. اللي عايزين يجيبوه يعني انت عارف. فتغيير الصوره الذهنيه ده مطلوب ومحتاج شغل ثقافي، محتاج شغل فني، محتاج. انا امبارح جبت اغنيه ل واحده بتغني 1923 رتيبه احمد، بتقول عايزين نبقى زي الغربيه، البنت الغربيه في الانتخابات وغيره. اغنيه واحده عكست ووثقت لمرحله تاريخيه في تاريخ مصر. اعتقد السينما كانت متاخره في رسم حاجات كتير جدا، لكن هروح معاك لضبط المصطلحات والتغيير، لان الناس كده بتسال ليه الشورى، ليه بقى الشيوخ، ليه الشعب بقى النواب. هم استاذ يوسف الاول يعني يا ريت بقى حضرتك تسجل لنا ده في انتاج ده الحقيقه يعني. يا ريت حضرتك جبت مؤلفات كتابنا الكبار العظام، احنا محتاجين كمان ان ده يتسجل، لانه يا ريت طبعا. انا موافق جدا على. طب بنبدا منين عشان ما نضيعش الفرصه؟ استاذ خالد طلب من الاستاذ يوسف كلفه انه يوثق. كلف ايوه كده. طيب يلا عشان نظبط. لا، وهو الاستاذ يوسف كان لسه يعني متكرم عليا انه طالب انه يكتب يوميات في الاخبار، فممكن هذا الانتاج الادبي يبقى يوميات الاخبار. وطلع الاسرار اهو كمان. اهو كمان. طيب ممكن سمع. ممكن يعني نحظى احنا بشرف ان احنا وفقنا الرسيم في الحلقه. ناخد نسبه. هم متوفقين. لا مش هناخد نسبه، هنتبرع بنسبه. احنا مفيش مشكله، احنا عايزين توثيق هذه الصوره الذهنيه في يوميات الاخبار. اعتقد هتبقى بالنسبه لنا رائعه، يعني مثلا خمس حلقات من اليوميات والاستاذ يوسف يعملهم عندنا، عشان المرحله دي نيجي بعد 100 سنه يقولوا كان يوسف القعيد قال كذا كذا، زي ما انت قلت يحيى حق قال كذا كذا. بالظبط كده. انا قلت توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويحيى حق الثلاثه اللي هم رصدوا. انا اخر واحد افتكرت صوره صوره الانتخابات. طيب خلينا نروح للاستاذ عبد المحسن سلامه. و استاذ عبد المحسن، اول مره في تاريخ الانتخابات المصريه في تقديري لو كنت مصيب انه يكون عندي قائمه وطنيه في 11 حزب شغالين مع بعض وقاعدين مع بعض وداخلين انتخابات مع بعض، وبشكل هستعير كلام الاستاذ يوسف بيغير الصوره الذهنيه ويعيد الاعتبار لشكل الحياه الحزبيه. طيب بس انا عندي تعليق بس على الكلام بتاع نزاهه الانتخابات. طبعا احنا عندنا لاول مره بتظهر حكايه الهيئه الوطنيه للانتخابات مع التعديلات الدستوريه صحيح. الاخيره، ودي ضمانه كبيره جدا لفكره يعني الشفافيه والنزاهه في الانتخابات. برضو القصه دي برضو لها مردود او لها يعني خلفيه. طبعا الانتخابات منذ ان اعيد الاشراف القضائي عليها كاملا اعتقد انها اتنقلت النقله الكبيره اللي بيقول عليها الاستاذ يوسف. طبعا الحقيقه دلوقتي صوتك لا يمكن، ما فيهوش اي، لا يمكن ان يكون هناك محل ولو واحد من عشرة في الالف في تلاعب. صحيح، هذا الكلام خلص عصر ولا يعني. طبعا فكره المفوضيه الجديده للانتخابات اظن انها بيبقى عليها امل كبير جدا ان ده يبقى دايما بيبقى تراكم دائم ومستمر عشان نوصل للفكره الدائمه بقى اللي انتم بتتكلم عليها نشأت، اللي هي فكره تغيير العقليه ونربي اجيال جديده على فكره نزاهه الانتخابات واهميه الصوت واهميه المشاركه. النقله الثانيه اللي حضرتك بتشير اليها فكره، انت بتشير لنقطه مهمه جدا بقى اللي هي متعلقه بقى بالانتخابات والاحزاب والنضج الحزبي والسياسي اللي لابد ان احنا نوصل اليه. لان احنا عندنا برضو لما بنتكلم على الاحزاب انت بتتكلم على ما يقرب من 90 حزب اظن. 104 104 يعني 104 حزب. ازعم ان هذه النخبه الرائعه اللي موجوده مع حضرتك اتحدى لو حد منهم، وانا اولهم، جبنا 20 واحد. ما صعب جدا يعني، صعب نجيب 20 يعني. ابراهيم جاب الحقني بليست عشان اتحدى الاستاذ عبد المحسن. يعني الحقني بليست اقول 20 ولا 10. لا يعني هو يعني هو الاستاذ يعني محمود هو ممكن يفتكر 30. لا ما يجيبش 20، يا دوبك الاستاذ محمود هو اللي. لا انا ممكن اجيب 40. يقدر يجيب 20. تقدر تجيب 20 يا زلمه؟ لا، ما هو صحفي يعني برلماني. في كل الاحوال احنا امام معضله كبيره ان احنا ناس كتيرة من الشعب والنخبة أيضا ثلاث أرباع الأحزاب لا تعرف عنها شيء. بالضبط، هي دي الأسباب. ودي معضلة كبيرة. أنا كنت بتناقش معك قبل كده بفكرة إن في أنظمة كتيرة، لأن للحزب هو دوره سياسي، الناس حولت الأحزاب لأدوار غير السياسة. صحيح. فالحزب اللي مش داخل ياخد مقعد في البرلمان
او داخل يترشح على رئاسه الجمهوريه، هو فقط قيمته كحزب، هو دور الحزب الوصول للسلطه، ليس يعني ما طبعًا. فيش حاجه تاني. فوانا حتى حكيت لحضرتك قبل كده تجربه المكسيك ان هي بتدي حد ادنى للمقاعد، اذا لم يحصل عليها الحزب بيتم حله على طول بقى ويبقى من حزب جديد. وخاصه العمليه دلوقتي بقت سهله، ما بقتش زي زمان الاحزاب معقده عشان تكون حزب او غيره، الامور بقت سهله دلوقتي. صحيح. ما بقتش زي زمان، فعادي الحزب يخش ويسقط ويتحل ويرجع تاني بشكل جديد ويغير نفسه. لكن فكره ال 100 حزب حتى بتعمل شبشره، بس احنا يعني في النهايه احنا في تجربه بنجرب. فانا بعتقد ان ده شيء مهم جدا، ان احنا بدايه لنضج بقى العمليه، احنا بنجرب جربنا، لازم يبقى في نضج العمليه السياسيه، لان ده شيء مهم جدا. ما حدث في مجلس الشورى وقبله مجلس النواب، للامانه حضرتك بتقول دي اول مره، هي مش اول مره بالمناسبه، في المره في انتخابات النواب الماضيه كانت المره الاولى لما حصل حكايه تجمع الاحزاب في قايمه واحده من اجل مصر، دي كان اول مره يحصل هذا التجمع في مجلس النواب الماضي في القوايم، في القايمه فقط لكن مش في الفردي. المرة دي حصل التوافق في القايمة وفي الفردي، والفردي طبعا من حق كل الناس تقدم، فبالتالي في مستقلين صحيح؟ مستقلين قدموا كتير طبعا، يعني مطلوب من القاهرة 10، اللي متقدم أظن حاجة 90 98 كل مقعد عليه 8 تقريبا اجمالا في مصر، مطلوب من القليوبية 6 في 48 تقريبا كده. بس الوادي الجديد 1-1 2-1 وبالتالي يعني الفردي مفتوح لمن يرغب، لكن التطور اللي حصل في التجربة الحزبية في هذه المرة أن هناك توافق بين 12 حزب ما بين القائمة والفردي، اتفقوا وبالتالي ده شيء مهم جدا ومؤشر لازم يتبني عليه، لأن التجربة الحزبية الحقيقة محتاجة يعني فعلا جهد أكبر من الحزبين أنفسهم مش من الدولة. يعني عشان برضو يبقى كلامنا واضح، طب الأزمة بتاعت الأحزاب فين؟ الأزمة مش في أزمة الدولة، بالعكس انا يعني هذكر حضرتك وهذكر الزملاء بواقع لم تحدث الا من الرئيس السيسي فقط، ما حصلش من الرئيس قبله، انه بيتدخل لاصلاح ذات البين داخل حزب، داخل حزب واحد، داخل حزب واحد وده حزب معارض، حزب الوفد بالظبط، كان حزب الوفد في واقعة فريده من نوعها، يعني ده يعني واقعة فريده جدا ان رئيس دوله يتدخل لاصلاح ذات البين داخل حزب معارض، مش الحزب بتاع الحكومه ولا بتاع السلطه يعني، وعشان يوفق بينه. وبالتالي يعني دي لان الازمه، عشان انا عايز اقول ان الازمه في الاحزاب ليست ازمه دوله وانما هي ازمه احزاب، وعلى الاحزاب انها تعيد صياغه نفسها وتعيد صياغه مواقفها وتفكر ليه لا، زي ما الاستاذ محمود اشار ان النهارده ده بقى ده اللي ممكن يبقى دور الدوله، في هنا دور الدوله ودور الحزب، ان احنا الاحزاب لازم تبدا تفكر كويس جدا اين المصلحه، المصلحه هل احنا عندنا 12 حزب كفايه؟ طيب ال 12 حزب دول 4 كفايه، ممكن يبقى فيه اندماجات ما بين اليمين والوسط واليسار وشكل من اشكال معين، ليه لا؟ طيب على الدوله بقى بتشريعاتها، ومش الدوله برضو، على اللي هي المجالس المنتخبه هي اللي تقوم بهذا الدور، ده دور النواب ودور الشيوخ الجديد. النهارده ليه ما نفكرش؟ ما نبدا نفكر زي ما الفكره اللي قالها الاستاذ محمود، مش فكره خاصه، مش هو مش من اختراعه، موجوده في بعض دول العالم. النهارده لو انا عندي حزب ما لم يحصل على عدد معين من المقاعد، يبقى طب هو موجود ليه؟ لا يعني ممكن احنا نتساءل على الاقل مقعد، مش هقول لك بقى مقعدين ولا ثلاثة ولا اربعه، ده على الاقل مقعد لازم يبقى له تمثيل على الاقل مقعد عشان يبقى له تواجد شرعي وموجود، وبالتالي عشان حتى على الاقل لازم يجتهد يشتغل في الشارع، يبقى له شرعيه يملى الفراغ، لان الشارع او الفراغ دايما يبحث عن من يشغله. لو لم تتحرك الاحزاب الشرعيه بشكل قوي جدا وبالذات في هذه الفتره دي اللي فيها بناء، ويمكن سؤالك للاستاذ عماد لما بتقول اهل الشر والكلام ده كلام مهم جدا ومرتبط بما اقوله، مرتبط ما اقوله هنا دور الحياه الحزبيه القويه في ملء هذا الفراغ. صحيح، ملء هذا الفراغ، لو عندي احزاب قويه، لو عندي 12 حزب اللي هم مش هقول لك بقى ال 103 ولا ال 104، 17 اللي في البرلمان، مش 17 حزب في البرلمان او 17 حزب اللي في البرلمان، 17 تخيل لو دول اشتغلوا بجد في الشارع، بجديه كامله في الشارع، على مستوى الشارع العادي، على مستوى القريه، على مستوى الحي، على مستوى المدينه، على مستوى اللي هي مجالات انشطتهم المختلفه، تخيل يبقى في حاله من حالات يعني النشاط والحيويه السياسيه اللي تملا اي فراغ. صحيح، لأي متربص ولا أي كاره ولا أي، لأن أنت عندك
انت النهاردة نشاط سياسي قوي جدا ونشاط اقتصادي قوي جدا يتعب اللي يجري وراه. يعني عشان تلاحق هذه الاحداث اللي كل يوم بتحصل في مصر هتتعب جدا، وبالتالي عندك قماشة سرية وعندك مادة سرية جدا ومادة خصبة جدا للأحزاب انها تتحرك وتملى هذا الفراغ. واتمنى ان فعلا تبقى الشورى او الشيوخ هو البداية الحقيقية لنضج التجربة الحزبية في مصر عشان نكمل في المستقبل بإذن الله. استاذ خالد، امبارح كان عندي قاعد مكانك الاستاذ أسامة سراي وفاجئني وقال لي فين الحياة الحزبية في مصر؟ قلت له لا في كذا وفي كذا، وقعدت اتكلم. قال لي طيب فين المعالجة والتغطية الإعلامية للنشاط الحزبي اللي موجود؟ فقلت له والله في كذا وفي كذا. فقال لي هناك تقصير إما من الأحزاب وإما من الإعلام. ففي النهاية كان فيه مجموعة رؤساء أحزاب موجودين اتكلموا، لكن غاب عن الجميع الدفاع عن دور الإعلام في تناول وتداول قضايا الأحزاب. زي الأستاذ عبد المحسن ما بيقول إحنا محتاجين أحزاب قوية، والإعلام هو مش بيصنع الحزب، هو بينقل عنه. بالزبط. إحنا نقول للأحزاب إيه؟ إحنا ممكن نساعدهم إزاي؟ كيف يساعد الإعلام الأحزاب في إنشاء حياة حزبية حقيقية؟ الحقيقة أنت جاوبت على السؤال، إن إحنا هنساعدهم لما يشتغلوا، إن إحنا ننقل شغلهم وهنربطه بالشارع وهنساهم في إن يبقى ليهم هذا التواجد في الشارع. في النهاية الصحافة أو الإعلام مرآة بتعكس حقيقة واقعة، لكنها لا تصنع حقيقة غير موجودة. هم كمان حتى من حقهم يبقى ليهم وسائل الإعلام بتاعتهم طبقا للقوانين اللي موجودة حاليا. في أحزاب زي الوفد والأهالي عندها الصحف بتاعتها بتصدر باسمها. الصحافة القومية كمان اللي أنا بمثلها احنا ملزمين وفقا للنص اللي موجود في الدستور وفي القانون أن نعبر عن هذا التنوع الموجود في المجتمع. يعني نحن لا نمن على أحد بأن احنا ننقل حقيقة ما يجري على أرض الواقع، لكن ده دور قانوني ودستوري احنا ملزمين بيه كصحافة قومية. أهلا بي يبقى موجود في الشارع، أهلا بي بيشتغل في الشارع، أهلا بي يبقى بينافس منافسة حقيقية في كل الاستحقاقات الانتخابية. وقطعا هنقوم بتغطية ده وهنقوم بنقل ده للمواطن وللقارئ، وهنساهم في خلق هذه التوعية. بالعكس احنا يمكن حتى في حملات صحفية كتير جدا طول الفترة اللي فاتت احنا أصرنا فيها هذه الأسئلة وحاولنا أن نجيب عن هذه الأسئلة مع رجل الشارع. أين الأحزاب وكيف تقوم الأحزاب بدورها وكيف يمكن الدمج بين الأحزاب لمعالجة العوار اللي موجود دلوقتي في هذا الكم الكبير من الأحزاب الذي لا يعرفه غالبية الشعب المصري. احنا بنطرح ده وبنحاول نجاوب عليه، فبنحاول نساعدهم في شغلهم، واحنا حريصين على ان احنا نساعدهم في شغلهم، لانه بالضبط لما يبقى عندنا عدد من الاحزاب القويه اللي موجوده واللي مؤثره في الشارع زي ما قال الاستاذ عبد المحسن هتملى فراغ محدش من جماعات الشر او التطرف هيقدروا يتسللوا من خلاله الى عقول الشعب المصري. في دور مهم للاعلام وفي كل الدراسات الحديثه خصوصا في الحياه السياسيه في شغل الانتخابات وفي شغل الاحزاب، الإعلام والصحافة هم اللي قادرين على أنهم يقوموا بالدور الأهم في التوعية وفي خلق رأي عام مناسب. احنا عندنا استعداد وبنعمل ده طول الوقت، وعندنا استعداد نعمل كمان دور أكبر، لكن هم في الأول لازم هم يساعدوا نفسهم بأنهم ينزلوا الشارع يشتغلوا في الشارع. احنا ساعتها نقدر نقوم بدور أكبر في أن احنا نخدم على الشغل ده عشان نعمل مناخ مناسب جدا لشغلهم ومناخ مناسب جدا أنهم يقدروا ينافسوا في الانتخابات اللي جاية. وأعتقد أنه حالة الزخم الحالية انتخابات الشيوخ الآن بعدها انتخابات النواب ثم كمان الأهم أنا رأيي انتخابات المحليات بعدهم أن دي فرصة حقيقية أن الأحزاب تقوي نفسها وفرصة حقيقية أن احنا نفرز وفرصة حقيقية أن الأحزاب القوية اللي موجودة في الشارع بس هي اللي تستمر، والصحافة والإعلام أكيد هيقوموا بدور مهم في أنهم يدعموا وجودها في الشارع. أستاذ محمود، في حزمة التحديات غير مسبوقة بتواجه الدولة المصرية، ربما لم أجد حتى من التاريخ كل هذه التحديات في وقت واحد، سواء إرهاب في الداخل، أزمة اقتصادية، سد النهضة، الواقع في المحيط الإقليمي في ليبيا وغيرها وبيجري في المتوسط، كم من التحديات غير مسبوق بواجه الدولة المصرية، البنيان التشريعي والبنيان المؤسسي وبنيان الدولة لمواجهة هذه التحديات والتعاطي معها. إزاي البنيان اللي بيحصل في مصر سواء على مستوى بنية أساسية سواء على مستوى بنية تشريعية هيؤدي إلى مواجهة حقيقية لهذه التحديات؟ طبعا
طبعا اكيد يعني في شك ان مصر ما تتعرض له مصر حاليا من تحديات. انا رايي من زمان ان هو الاخطر في تاريخها الحديث، يعني اخطر مرحله في تاريخها الحديث مصر تعرض فيها لتحديات كبير. يكفي ان انت يمكن لاول مره او يمكن من المرات النادره اللي تلاقي كل الحدود عندك فيها اشتعال وفيها قلق وفيها قلاقل، سواء الحدود الغربيه، الحدود الشماليه، الحدود الشرقيه، الحدود الجنوبيه، كلها فيها مشاكل بدرجه او باخرى، الامور بتتداخل معاك بشكل كبير. فبالتالي انت كمان في مرحله اعاده بناء المؤسسات، فبتوسع الراي وبتوسع وبتستقر المؤسسات بشكل جيد. فاكيد ده كله بيعمل اضافه للدوله المصريه، لان في النهايه التحديات كبيره جدا ومحتاجه عمل 24 ساعه. والناس لعل الناس تخلي بالها او تلاحظ ده، ان في ظل كل هذه التحديات في خطه التنميه ماشيه بشكل سريع جدا، بشكل سريع. صحيح. احنا نفسنا ما بنلحقش، يعني احيانا ما بنلحقش ناخد بالنا، قلت مش متابعين، مش ملاحقين ناخد بالنا يعني. صحيح. حتى كمواطنين الناس كلها مثلا كانت خايفه وقاعده في البيت خايفه من الكورونا، وده حقهم طبعا وده امر طبيعي، لكن في ظل هذا الامر الناس خرجت من بيوتها، لقت شكل مصر الجديده ومدينه نصر ومصر القديمه، وكم كباري وكم طرق كبيره تم استغلال الموقف، ونفق العروبه وغيره، يعني تم استغلال الموقف ان في حركه هدوء وتم عمليه بناء، مع ان كان هناك 100 حجه لان الامور بتتوقف. شايفين العاصمه الاداريه، شايفين العلمين، رئيس الوزراء كان هناك الاسبوع اللي فات، يعني اقصد حركه التنميه سريعه لان الامر لا يحتمل. يعني انا كان عاجبني تصريح الرئيس السيسي لما كان بيتكلم على رفع او تحرير الدولار وتحرير سعر الصرف، بيتكلم بيقول لك احنا كان قدامنا يعني ترعه هنعديها واخد بالك بصعوبه، ولا لو ما كناش عديناها كنا هنبقى قدام بحر. عايزين صحيح. عايزين نعدي صحيح. بحر بقى فين. فانت طول الوقت يعني طبعا صانع القرار في زي ما بقول في دوشه طول الوقت من تحديات كبيره وضخمه. ويا ريت التحديات دي كمان احيانا ما بيبقاش الناس انت ده كله وعليك ناس شغاله عليك 24 ساعه ما بين قنوات والسوشيال ميديا واللجان الالكترونيه شغاله 24 ساعه بتهد وبتزعزع عقيده الناس. عشان كده ممكن انا كنت من الناس اللي كانوا يعني مش انا ملايين من الناس كانوا مؤيدين فكره الرئيس السيسي. انت حضرتك عارف ان بعض النخبه اللي منحناها كانت بتقول ساعتها ان الراجل يستمر وزيرا للدفاع افضل لمصر من ان هو يكون رئيس. بس لحظه على التعبير الحلو اللي عجبني قوي، النخبه اللي منحناها. يعني كان تعبير رائع جدا، كان كلام تعبير كان حلو، كلام يقول لك ان هو الراجل يعني افضل له ان يبقى. بس مش يعني كل النخبه يا استاذ محمود، لا بعض النخبه اللي منحناها. محمود انا كلامي دقيق يا استاذ يوسف، منحناها هو المصطلح بتاعه واضح، النخبه اللي منحناها يعني اللي هم شغالين بيمسكوا العصا من النص، اللي هو النخبه الرخوه يعني. صح كده، الناس بتتفلسف ويقول لك يعني افضل أن يظل وزيرا للدفاع. طب يعني احنا يعني يا ابراهيم سجل نخبه المنحنحه باسم الاستاذ محمود مسلم. فالفرصه الفرصه ان انت كان يبقى عندك رئيس عليه اجماع شعبي كبير، هو لولا ان هو كان ناجح ب 96 و97% لولا ان هو قدر ياخد هذه القرارات وحوله التفاف شعبي. لو كان جه رئيس بنسبه 50 60% كانش هيقدر ياخد القرارات الصعبه دي. هو نفسه الرئيس قال اكثر من مره ان كانت الناس تقول لي لا بلاش عشان الشعبيه، طب بلاش عشان الموضوع ده. لو كان كده كانت البلد يعني كان هيحصل طبعا قلاقل ويحصل اهتزاز. لكن القرارات زي ما انت شايف، ممكن احنا عندنا خلاف مش يعني مش هنروح بعيد. لما جه حصل تطوير مصر الجديده والناس ما استوعبتش الامور في الاول واخد بالك، فالناس نزلت قالت لا ازاي، واللي عنده مكان واللي عنده حلم وكل دي امور مشروعه، واللي عايز الجنينه واللي عايز الشجر واللي عايز الكوبري مش كلها امور مشروعه. لكن الناس انا اعتقد ان لما الناس شافوا الرؤيه كامله
وما حدث في شكل مصر جاء الناس اختلفت في النهاية بقى. الأمر الثاني وقع قريبة جدا الثانوية العامة. الثانوية العامة ناس لو تم استطلاع رأي الناس أو خاصة أولياء الأمور وبرضه الله يكون في عونه كانوا قالوا لا. وأول امتحان حصل حملة على الوزير غير طبيعية لولا أن أنت بادئ الأول تطوير ثانوية عامة يعني تطوير تعليم إلكتروني بدأت التطوير التعليم الإلكتروني لولا أن أنت عرفت تنجح في هذا الملف في ظروف صعبة مسبوق. والأهم والأخطر أنت كنت هتعطل سنة عن الناس في أول امتحان أنا فاكر حتى الآن وعجبني الوزير الدكتور طارق الشوقي لأنه اللجان الإلكترونية اشتغلت عليه جامد سواء من الداخل أو من الخارج ولو أي واحد غيره كان أنا طبعا عارف أن هذا وراء دعم كبير من الحكومة وراء دعم كبير من الرئيس ورئيس بنفسه كان بيعمل اجتماعات عشان امتحان سنة العامة لأن امتحان سنة العامة دي لو باظت ولا كان في دوري رجع ولا كان في لا يعني ما كانش في حاجه رجعت في مصر كان زماننا كلنا قاعدين لسه في البيوت لو امتحانات الثانويه العامه من اول فشل ليها كان ولا دوري رجع ولا ناس خرجت شغل ولا بتاع كنا كلنا قعدنا للناس المنظري الفيسبوك يتحكموا في مصير هذه الدوله ففي كل هذه التحديات وانت طالع اللي مش عارف واحد يعني انا شفت واحد على الفيسبوك كان كاتب قال لك وانا لبست الكيس في الثانويه العامه لبست الكيس اللي هو بيحطه على رجله وهو داخل على ما وصلت كانت قطع يعني 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 لو قعدت بقى انت يعني ما اكيد انت لا اما جريت لا اما مشيت في حته صعبه لا اما انت لا اما يعني هو حاله ان هو ممكن يكون حصل يعني ان هو بايظ وبتاع بس مش هو ده اللي لو الناس مشيت ورا الكلام ده البلد دي ما كانتش هتتقدم خطوه البلد دي ما كانتش هتتقدم لكن برضو ما بيتمش التجاه يعني انا شفت الحكومه قعدت وقررت وقالت لك احنا هنعمل فورمه للشكاوي بس نبقى عارفين مين بيشتكي واخد بالك ابعت لي فورمه للشكاوى على الواتساب ولو عندك شكوى تعالى نناقشها فكل الكلام ده بيجي في التاريخ بعد كده ما بياخدش كلمتين سطر لكن صحيح. لو انشغلنا فيه في التفاصيل الكتيره زي ما اقول لك انت عليك حمله يعني ودي برضو ما كانتش في مصر من قبل كده انت عليك فلوس كتير بتتصرف يوميا وحمله لا لي شيء غير ان الناس تهتز ثقتها في البلد وفي القياده السياسيه الاستاذ يوسف عايز يعلق على فكره النخبه المنحنحه متى يتم الاعتبار اعاده الاعتبار بنفس مصطلحك للنخبه المصريه اللي انت كنت بتدافع عنها دلوقتي لا انا بس كل اعتراضي على فكره الاحكام المطلقه انا قلت بعض يا استاذ يوسف ها انا قلت بعض هو قال بعض انا ما سمعتش كلمه بعض انا قلت بعض لا عبد اول ما قلت لي بعض خلاص انتهى الموضوع ليه لانك لما تقول النخبه هو نشات مصر على النخبه ما قالش بعض ابدا حتى انا ها نشات ها فلا طبعا بعض يبقى الكلام ماشي تحل المشكله ودايما في موقف من النخب بشكل عام وممكن واحد فقط او اثنين او ثلاثه او اربعه يسيء لنخبة بالكامل لا بأس في موقفها وأنا مش عايز أدافع لأن الأحكام المطلقة كلها غلط ويثبت عدم دقتها في أرض الواقع في نخبة مصرية لا بأس بها الأحكام المطلقة جريمة وخطيئة هل لدينا نخبة حقيقية تستطيع أن تحمل أحلام المجتمع وتؤثر في الرأي العام بشكل حقيقي ولا مفيش عايز إجابة في كلمة واحدة لا مفيش لكن متى يمكن إعادة نخبة مصرية وتشكيل نخبة مصرية جديدة لكن مفيش نخبة من غير قاعدة يعني النخبة دايما مش منتخبة انما على الاقل بتمثل دي ارهاصات ها ارهاصات يعني القاعدة. افراز النخبة هي افراز للقاعدة افراز افراز مش انتخاب فافراز فعلا فانت عندك نخبة محتاجة مناخ عام يعني خليها كده عندها ثقة داخلية وتقدر تتقدم للأمام خطوة ما تنساش أن كلمة المثقف ينظر إليها في أحياء شعبية كتيرة جدا على أنها يعني كلمة عيب ها؟ كلمة عيب يعني واحد بيكلم نفسه وهو ماشي يعني النظرة مش نظرة حلوة قوي لكن أنا بعتقد أن ياريت النخبة تخرج من العزلة اللي هي فيها وفكرة المثقف اللي هو عشان يبقى مثقف حقيقي لازم يبتعد عن الناس وما يلوش أي علاقة بالناس ولو نزل للناس يبقى عنده إحساس بالنقص كل هذا الكلام محتاج يتبلور ويتغربل ويبقى أفضل وده مرتبط أيضا بالفراغ السياسي
مرتبط ايضا بالفراغ السياسي. فرحتي لما يبقى عندنا 104 حزب او 103 حزب او 102 حزب وانت تشعر في الشارع المصري بقدر كبير من الفراغ السياسي. انا فرحت بالانتخابات الاخيره واللي جرى فيها. يا رب المواطن العادي البسيط جدا يشعر ان السياسه حاجه جميله وان العمل السياسي مطلوب منه وانه لازم يعمله كما يفعل ما يخصه. الاشياء اللي تخصه هو شخصيا يعملها بنفس القدر لان دي مساله مهمه جدا. طيب دي احنا عايزين نعمل بعث للثقافه بشكل عام واعاده اعتبار للثقافه الانتخابيه بشكل خاص، وربما احنا بننتهز فرصه وجود انتخابات عشان نتكلم مع ناس. يعني احنا لو لم يكن هناك انتخابات مجلس شيوخ ما كناش قعدنا القعده دي. يعني اعتقد فده الاحداث دي بتعمل فيه زخم والزخم بيولد ناس. الاستاذ عبد الرازق، الصحافه متهمه ان هي مقصره في بناء الوعي ومقصره في بناء او تهيئه الاجواء زي ما قال يوسف، تهيئه الاجواء لميلاد نخب وانشاء نخب جديده. تمام، نرد نقول ايه؟ انا عايز اقول حاجه تعليق على كلام استاذ يوسف. اي نخبه هي نتاج او افراز للمجتمع الحالي. احنا ما زلنا نعيش في نخب العقود او ما قبل 2011 2013 وهذه، فاعتقد ان مساله الزخب اللي احنا عايشين فيه سابق اي حزب اي اعلام اي حاجه. كثره التحديات اللي بنعيشها يعني المناخ، اعتقد ان الفتره دي اللي بتاسس فيها للدوله بالمعطيات اللي احنا شايفينها دي، اعتقد انها في القريب العاجل في ظل الاصلاح، مفهوم الاصلاح الشامل لكل مناحي الحياه في مصر، اعتقد ممكن تفرز في القريب العاجل نخبه اعتقد تتمتع بالاشتباك مع المواطن، النزول من البرج العاجي، التفاعل، يعني هو افراز لنخبه جديده. لكن اللي انا عايز اقوله ان مساله الاحزاب او الفكره العمل الحزبي، الاستاذ خالد علق عليها، ليه تعليق عليها مهم جدا، اللي هو فكره ان زي ما انا قلت المساله اللي بنعيشه الواقع اللي بنعيشه سابق وكل حاجه، لكن واضح ان الاحزاب بتفتقد لاجهزه اعلاميه فعاله في تحقيق التواصل مع وسائل الاعلام. بمعنى اني عشان ما اجهضش حق الاحزاب، في بعض الاحزاب وده عدد قليل بدات هناك ارهاصات للعمل على ارض، يعني شفنا في ازمه كورونا مثلا، وفي حاله من انتشرت بعض الاحزاب او في عبر المحافظات او حتى في مكافحه الارهاب والفكر المتطرف، في بعض الاحزاب تفاعلت مع المجتمع وكانت موجوده على الارض، وان كان ده يبدو شيء قليل جدا، ولكن برضو الاعلام نفسه مطالب بانه يعكس يعني جهود هذه الاحزاب، لكن في نفس الوقت اعتقد المشهد اللي بنعيشه كله بتفاصيله سابق اي حد ومغطي على اي احزاب، مغطي على اي اعلام. انت عايز حضرتك بتكلمني عن الصحافه القوميه، اعتقد نتاج الوعي الحالي ده كان الصحافه عموما، الصحافه عموما لا مش الصحافه القوميه، انت يعني فكره الصحافه عموما ناخد معانا في نوع من جلد الذات. اعتقد ما هي حاله الوعي اللي موجوده في المجتمع المصري دي، ما هي نتاج اعلام فاهم واعلام بيتعاطى على مدار الساعه سواء مرئي او 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 صحفي او اذاعي او غيره، كله خلق حاله من المشهد. بالاضافه خلينا نتكلم حاجه تفوق الاعلام نفسه استاذ نشأت، اللي هي فكره الواقع عندما يتحدث. يعني فكره دلوقتي الراجل دلوقتي بيصور بموبايله الطرق والكباري والبنيه الاساسيه ويقول لك الله يبارك لك يا سيسي، ففكره ان هو بينقل ده على مواقع السوشيال ميديا انا ما طلبتش منه، ده هو اللي عاش التجربه وعاش ازاي هو ماشي على طريق محترم وبتوفر له كل الخدمات. فاصبح المواطن دلوقتي اللي خرج من نطاق العشوائيات وراح للمناطق السكنية ده للحضارية والبتشبه الكومباوندات، فهو نفسه وسيلة إعلام بتنشر الوعي للحواليه أو لأسرته أو لأهله أو للناس. أو يعني فكرة الراجل اللي تخلص من فيروس سي، فكرة يعني كم الإنجازات وكم الواقع وزخم الواقع والنجاحات اللي بنعيشها بيشكل قاعدة عريضة جدا من الوعي. أستاذ نشأت، المواطن نفسه بيعقد مقارنة حتى ما بين الإنجازات بما بين الانتخابات ما قبل ذلك والانتخابات الاستحقاقات بعد 2013، يكتشف ان الانتخابات فيها وعي زي ما قال الاستاذ عبد المحسن، ان لا احد يستطيع ان يزيف او يغير من اراده المواطن المصري. اعتقد كل حاجه متشافه، كل حاجه على الهواء، الدوله نفسها جواها نوايا صادقه انها ترسخ
لعملية النزاهة والشفافية. فكرة ان الصحافة دايما ان احنا بنجلد ذاتنا، لا، الصحافة تصدت لكل ابواق الاعلام بشكل عام، يعني العالم المصري الوطني اللي انا بهتز بيه وبنتمي ليه تصدى لكل حملات ومنصات وابواق اهل الشر زي ما انت حضرتك بتقول، طول الليل بينعقوا بالاكاذيب والتشكيك والتشويه، لكن حاولوا كتير على مدار الست سنين اللي فاتوا دول ان هم يحركوا المواطن المصري. اعتقد كل الدعوات بقت بالفشل ولم تحرك حتى شعره واحده في 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 راس مواطن مصري. فكل هذا البناء الوعي، بالاضافه وانا مش بجامل هنا، حاله التواصل الرئاسي دايما مع المواطن وانه دايما بيدعم بحقيقه الاوضاع وتأصيلها ولا يخشى في الحق لوم تلائم وبيطلع المواطن وبيحط قدام مسئلاته، بدات حتى مع بدايه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو رسخ لثقافه حاله من المصداقيه، حاله من الشفافيه مع المواطن المصري. اصبح ان هو لم يجمل شيء ولم يعد بشيء، ولكن حط روشته ان فكره ان احنا مزيد من العمل، مزيد من الصبر الجميل، وفي نهايه النفق المظلم نور كبير. فده كله انا عايز اقول ان مساله الاعلام، ان احنا وفين الاعلام المصري؟ الاعلام المصري لا، الاعلام المصري بخير بدليل، وانا مش اكتر من دليل الواقع، حاله الوعي المواطن المصري، المواطن العامل ممكن يحكي لك قصة مصر كلها، التحديات اللي بتواجهها، قارئ التاريخ كويس، هو عايزين يعملوا في مصر زي ما عملوا في الفترة الفلانية والفترة العلانية. هذا الزخم الكبير من الوعي ده وليد الإعلام المصري. طيب. وهو قصة، أنا آسف أكمل الحتة دي، هو منظومة متكاملة بتشارك فيها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة من خلال الحرص على التواصل بالمعلومات وبالبيانات، مؤتمرات الشباب دايما الحديث بالواقع دون تجميل، وكل مؤسسات الإعلام في الوطنيين الإعلام أو من الإعلام والصحافة المخلصين اللي بيحاولوا بالفعل ينقلوا الصورة دون تزييف. أنت ما تقدرش دلوقتي أنا كصحافة قومية كان أقول لك يا عمي ده كلام جرايد وكلام صحف، طب انزل على أرض الواقع هتلاقي الكلام اللي أنا بقوله في الصحيفة أو في التلفزيون موجود على أرض الواقع وأنت بتستفيد بيه وبين إيديك كمان. فأصبحت إن احنا نقدر كنجمل شيء مش موجود، ما اعتقدش ان احنا بهذا السخف اللي ممكن نوصل نخاطب بيه عقل المواطن. طيب تمام، خليه بس انا في نقطتين مهمين جدا مش هفوتهم. نقطه وانا عندي والنبي نقطه كمان لا لا اسال زي ما انت عايز. لا في الاخر انا بس انا عايز واحنا عم ندخل كانوا بيتهموني ان انا بتكلم كتير. انت ضايع النهارده، اتهموني انا صابر وساكت وراضي يعني ما كانش وقابل بده. قمنا بالعماد قمنا يا استاذ ناشد، ده كان اتفاق بيننا قمنا من عماد الدين محمود ان الاستاذ عماد دائم الحديث، انتقمنا من توقف عن الحديث، فاحنا متفقين ان احنا نحجمه، احنا متفقين نحجمه في الحلقه. ولذلك انا هعمل العمله دلوقتي، لم تحدث ما قبل، اصبر بس على دلوقتي وهرد لك اعتبارك زي ما قال يوسف القعيد. هتدي نص ساعه اتفضل هتشوف دلوقتي. انا بس عايز انبه لقضيه دايما بتكلم عنها لدرجه الملل، فكره الاميه. وانا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما فعل لمصر اشياء كثيره جدا لدرجه انه اعاد بناء الوطن بشكل جيد جدا، ان يعطي الاميه قدر من الاهتمام. محو الاميه صحيح، امبارح كان الموضوع نص الحلقه بتاعت المحو الاميه، دور حزبي مثلا غائب. هذا كل رؤساء الاحزاب امبارح قلت لهم انا لو كل حزب خد 200 واحد يمحي اميتهم كان زمن الدوله، ما هو بيناشد الرئيس السيسي، هو الاستاذ يوسف بيناشد الرئيس السيسي. صحيح ان عندنا جهاز لمحو الاميه موجود فعلا، لكنه للاسف قضيه الشديد الاميه اكبر من ان تتولاها جهه. صحيح، داخل المجتمع كله، قضيه المجتمع كله. والمواطن الامي تقدر تسميه مواطن خارج التاريخ. تعرف يعني ان فلسطين ما فيهاش امي واحد؟ ها؟ فلسطين طبعا ما فيهاش امي واحد طبعا. لا كوبا معلش، انا بتكلم حاجه هنا يعني ماشي. انا بس انت تستنى ولا مش هسالك؟ انا سالك انت عايز اعمل. طيب انا بعتذر لك، يلا امي عمل وابتزك ونجح في ابتزك ونجح في دوله طريقته المعتاده. انا اكون مختصر جدا ومضطر هختلف مع بعض مما قيل مع الاستاذ يوسف ومع الاستاذ عبد الرازق. الاميه مش دور الاحزاب خالص، الحزب في تعريفه السياسي البسيط هو الوظيفه الاساسيه بتاعته انه يبقى عنده برامج متنافسه مع بعض يزيح بقى الحكومه مش الحكم ويوصل الحكم وينفذ هذا البرنامج. الاميه
هي مسؤولية وزارة التعليم، وزارات أخرى، هيئات، مجلس وزراء، مجتمع مدني، بس الحزب وظيفته الأساسية الأولى. والحزب فيه ما فيش علاقة كبيرة جدا ما بين الحزب ووظيفته وما بين الإنجازات اللي بتتعمل. عبد الرئيس إنجازات ماشي بتتعمل كويس، لكن أنا وظيفة الحزب إن هو يبقى فيه الناس كلها ربنا خلاها مختلفة، ولو شاء يعني ربنا لو شاء كان عايز الذي جعلكم أمة واحدة، لكن الناس خلقت عشان تبقى متنافسة ومختلفة. شرط إن يبقى فيه مظلة اسمها القانون والدستور اللي الناس بتلتزم بيها. الأحزاب في مصر للأسف الشديد التربة الحزبية في مصر هشة جدا لأسباب تاريخية، وطول مش سببها الحكومات الحالية ولا العهد الحالي. من سنة 52 تقريبا من إلغاء الأحزاب في يناير 53 والأحزاب في مصر تعبانة. ألغيت الأحزاب، رجعت سنة 75 في المنابر، ثم 76 في الثلاث أحزاب اليمين واليسار والوسط اللي كانت التجمع والأحرار وحزب مصر اللي انقلب لاحقا إلى الحزب الوطني. الأحزاب المصرية في مشكلة كبيرة جدا في بنيتها وتتحمل قسط كبير جدا من المسؤولية، بس وعزلتها والنبي عماد بعد إذنك وعزلتها ماشي. العزلة هي مش عزلتها واحدة، لو أنا طبقت القوانين اللي احنا بنتكلم عليها زي التجربة اللي تعرفين أن تركيا على سبيل المثال جزء أساسي من فوز حزب العدالة والتنمية من 2002 لدلوقت أنه كان بياخد الفائض بتاع الأصوات بتاعة الأحزاب الصغيرة اللي ما بتحققش عتبة 10%. عتبة البرلمانية عندهم لو لغاية 12 مقعد إما ملوش أصوات لحد انتخابات عنده هو. حزب ما قبل المرة اللي فاتت حزب الشعوب الديمقراطي الكردي كانت اللي بيجيب 9% يروح أوتوماتيك للعدالة والتنمية، وبالتالي بيحقق. الإسرائيل كانت العتبة أظن 5% لما بيحققش 5% ما. فبالتالي زي ما بقايا وفتات الحزب زي ما بلوم الأحزاب على عزلتها وقوقعتها وكرتونيتها وأنبوبيتها وكل المصطلحات، على ان انا اوجه نقد ايضا للحكومه لانها لا تساعد الاحزاب على ان هي تكون قويه. هي مش دورها مش هتديها فلوس، لا، بس هتسمح ليها بهامش. انا متفق تماما مع اللي قاله الاستاذ عبد المحسن في جزء ان انا من مصلحتي الوطنيه ومصلحه الدوله والمجتمع ان يبقى عندي حياه سياسيه قويه مدنيه، مش لا الارهابيين ولا المتطرفين ولا اللي بيخلطوا التجاره بالدين والسياسه بالدين يبقى لهم وجود. لكن وجود الاحزاب القويه دي هو اللي هيمنع ان هذه الاحزاب ترجع لنا تاني من الشباك او من الباب او من اي طريق. فبالتالي مش عايزين نجلد الاحزاب طول الوقت، نلومها نعم، بس نقول للدوله ونقول للحكومه يا اخوانا من مصلحتنا ان يبقى فيه تنافس حزب ويبقى فيه احزاب كتيره جدا. انا كنت اتمنى ان يبقى فيه قائمه تاني منافسه عشان يبقى فيه منافسه ويبقى فيه جدل ومجلس النواب يبقى فيه اكتر يبقى ده التجربه بتاعه يعني انتخابات الشورى. تجربه انتخابات الشورى نستفيد بمميزاتها نعظمها في النواب مجلس ولو في مجلس الشيوخ. انا اسف يعني ضبط المصطلحات لا ده هنا الذاكره كان اسمه الشورى فتره في الوقت فتره كان من 80 من سنه من من 80. فبالتالي بس متاسف بالفتره الزمنيه اللي بتتكلم عنها. اتفضل يا زلمه. انا اكبر منك يعني فانت لسه شباب. فبالتالي نقطه الاحزاب مهم جدا ان احنا نقوي الاحزاب، نعمل كل الجهد، نقول للناس يا اخوانا اشتغلوا. في مشكله كبيره جدا تاني عايزين نعالجها، انتوا فتحتوا هذا الكلام، ثقافه المصريين فيما يتعلق بالاحزاب غريبه. هو بينضم للحزب باعتبار ان ده مجال للمنفعه، هياخد كارنيه يعدي بيه من كمين او والله بجد، او ياخد توكيل مخبز او فرن او حاجات زي كده. زمان عضويه الاحزاب في العالم كله هي تضحيه. انا كمواطن بقتنع ببرنامج حزب، بنضم له، بدفع اشتراك. هما فكره احنا شفنا في مصر الناس كانوا احزاب كبيره جدا كانت بتعزم الناس في المؤتمرات على كباب وكفته يوم المؤتمر العام، وكلنا شفنا ده. وتحولت الاحزاب بما فيها احزاب كبيره جدا الى احزاب عائليه. الفضل الاساس فيها ان تستمر القيادات كما هي. كلهم كانوا بيتكلموا عن الديمقراطيه لكن لا احد يطبق الديمقراطيه. وللاسف في حكومات كثيره جدا في اوقات كثيره كانت تشجع ده باعتبار ان الاحزاب يفطوا حزب يفطوا جريده ثم الجريده صارت بلا قيمه. احنا شفنا عصر لما كان الوفد والاهالي والعربي ما فيش احزاب، ما فيش صحافه حزبيه حقيقيه. الحياه السياسيه في مصر كانت تمجد القبليه والعائله والمنافسه الدائره القائمه على اولاد البشوات او العمال والفلاحين الاثنين، لكن لما تيجي تنزل كحزب ما حدش بيقبلك. ايه اعمل ايه انا كدوله هنا؟ لما يبقى عندي انتخابات واعمل قوائم، اتمنى يبقى عندنا قوائم نسبيه، فبالتالي ادي البطل هنا مش هيبقى العائله ولا القبيله، هتبقى البرنامج السياسي. ومره ثانيه ده في اطار القانون والدستور ولا اسمح به ل اي قوة متطرفة. في الحالة دي استطيع ان انا اقدر اغير هذا المزاج السياسي وهذه الذهنية. استاذ محسن
برضه انت من ضمن المظلومين النهارده عشان جيت متاخر. لا لا مفيش مشكله خالص. دلوقتي عندنا كذا قضيه فتحت وعايز اسمع رايك فيهم. صناعه النخبه والنخبه المنحنحه عجباني جدا، وتاثير الاعلام والصحافه على تشكيل وجدان الناس. صناعه النخبه، النخبه الاميه والنبي كمان بتفرص صح. الاميه دي دلوقتي هنتكلم فيها دلوقتي. النخبة لا تصدق. ما تشوف لنا يا عم حد مسؤول عن الأمية في البلد دي عشان أكلمه. شوف لها تجيب لها شاي طيب بس يا شباب عايزين قهوة وشاي لو سمحت. طار يلا مش هطلع فاصل ما عنديش فواصل. خلي طار يجي. نتكلم الأول عن النخبة. النخبة لا تصنع وإنما تفرز. لكن بيساعدها مناخ عام. المناخ عام هو المناخ اللي بيشجع أن يكون هناك نخبة ووعي ودرجة كبيرة من المسؤولية. طبعا احنا في فتره من فترات كان في نوع من السيوله. السيوله في اشياء كثيره جدا. فالسيوله ديت اضعفت النخبه بشكل كبير. الان بيعاد تشكيل الخريطه من جديد. ويمكن انا بتفق مع زميلنا الاستاذ عبد الرازق لما بيتكلم على فكره اعاده تشكيل النخبه. اعتقد ان الفتره الحاليه والمقبله كفيله بفراز نخبة قوية ومتماسكة. لأن أنت بتتكلم على أصعدة كتير جدا. النخبة بتبقى إيه يا أستاذ نشأت؟ النخبة لها إفراز لمناخ سياسي، إفراز لمناخ اقتصادي، إفراز لمناخ تعليمي. اجتماعي. يعني إفراز مجتمعي. إفراز لمناخ اجتماعي، إفراز مجتمعي. وقيمي. وقيمي. في الآخر ما ينفعش حاجة واحدة. يعني اقتصاد منهار. في الاخر هيبقى له تاثير سلبي جدا على النخبه. صحيح. سياسه منهاره هيبقى لها تاثير سلبي جدا على النخبه وهكذا. فبالتالي انت لما الان احنا في مرحله اظن الكل يشهد اللي في الداخل وفي الخارج ان احنا في مرحله يعني نهوض ضخم جدا لكل قطاعات الدوله. انت بتتكلم على حتى بنتكلم لما بنتكلم دلوقتي على فكره الاميه وفكره ان يبقى ده تحدي من التحديات اللي احنا نقتحمها. انت بتتكلم على تطوير تعليم زي ما الزملاء اشاروا وفكره الثانويه العامه وما حدث من بنيه تحتيه بنيت مش بالصدفه، هي بنيه طبيعيه. يعني اللي نجح الثانويه العامه ايه؟ ان تم اقتحام مشكله التعليم وكان عامل زي التابو كده كل الناس خايفه تقرب منه. اللي هيجي يمته هيتحرق. اتعمل الكلام ده احنا كنا قاعدين بنتكلم فيه من سنتين ثلاثه اظن. فبدات القصه ديت ودخلت حيز الواقع. جت كورونا بالصدفه. لم يكن مخططا ان تكون هناك كورونا. صحيح. كورونا دي يعني حاجه ربانيه القيت على العالم كله. فجاه بدون اي تخطيط ما حدش قاعد مخطط لها. صحيح. لولا انك انت اسمح لي استوقفك في حاجه. يعني اسف جدا. استوقف براحتك. كورونا نفسها اخطر من كانت من امتحانات الثانويه العامه لولا انك انت عملت بنيه صحيه وطبيه خلال الست سنين اللي فاتوا دول اعتقد كان شكلنا هيبقى كنا وقعنا جدا. صحيح. فانا انت يعني بنيت الثانويه العامه أيوة. على ازمه كورونا وده اختبار مهم جدا. لكن كورونا نفسها ما هي كتحدي نجحت الدوله كشفها الاشياء كثيره جدا. نجحت الدوله في مواجهه كورونا بالبنيه الصحيه اللي احنا عملناها في هزيمتها تطوير ورفع كفاءه المستشفيات القديمه اعتقد احنا نجحنا في الاساس اللي هو كورونا. ده اللي انا بقوله يا سعد الرازي ان جميع المناحي الاقتصاديه والتعليميه والسياسيه والاجتماعيه هي دي اللي بتشكل في الاخر فكره النخبه. يبقى عندك نخبه متماسكه وقويه. النخبة بقى ازاي بقى تقدر تقود المجتمع بعد كده للأفضل وتطور وتبني عليه. يبقى عندك نخبة حزبية، عندك نخبة ثقافية، عندك نخبة اقتصادية، عندك يعني ما تبقى المسائل ما هي النخبة مش كلها بتصب في خانة واحدة. لان احيانا مجرد ان تذكر كلمة النخبة فيجي مثلا يقول لك الجماعه المثقفين دول الاستاذ يوسف الافنديات الافنديات. لا هي النخبه مش كده، ده مصطلح رئيس السادات. لا النخبه مش كده، النخبه قطاعات متعدده ودي حاجه كويسه جدا ومهم جدا في اي مجتمع. انا بعتقد ان كل المجتمع يقاس تقدمه ورقيه بمدى حجم النخبه اللي فيه. يعني كل ما كان عندك نخبه اقتصاديه كبيره ده شيء كويس جدا، نخبة سياسية كبيرة وطبقته الوسطى المفروض بيعاد تشكيلها دلوقتي. بالظبط كده. فما هي لو انت عندك الطبقة الوسطى متميزة وقوية هتفرز نخبة هتفرز وهكذا. فده جزء فيما يتعلق بالنخبة ومستقبلها اللي انا شايفه ان شاء الله
ان احنا بدأنا لان احنا كان بقول لك حالة السيولة هي التي ادت الى فكرة تسطيح الاشياء، حاجات كتيرة اتسطحت وظهور التوافه برضو، طول ما الامور بتسطح يظهر التوافه من الاشياء، الفراغ اللي بيتمدد فيه وتظهر بقى النخبة اللي احنا حلقال عليها زمن الاستاذ محمود. ده الموضوع ده مهم جدا. طب انا قبل ما اطلع محمود مسلم سك محمود مسلم سك تعبير هو طلع كده في اثناء الكلام. لا ما طلعش كده. لا 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 انت حضرتك مش عارف كلمه من لم يستخدم بيننا هذا التصريح او هذا المصطلح في وصف الكثير من الناس اصحاب الحلول اللي هي غير واضحه، الحلول الهشة اللي انت سميتهم وانت بتتكلم من شويه. لا 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 استاذ يوسف قال مصطلحين من شويه كده، قال الناس اللي هم ما تعرفش ان هم بيقولوا اه ولا لا، اللي هو ما عرفش مع ولا ضد، الناس اللي هو انا بسميهم كائنات رخوه بطريقه انا، هو سماهم النخبه المنحنحه، ده مصطلح جديد المفروض الزمايل. خالد همر سريعا على الضيوف النخب الموجوده، نخب حقيقيه في رساله في دقيقه، كيف نخرج من ازمه كورونا، من ازمه الاميه، من الناحيه الصحفيه بالنسبه لك انت مش هتعرف تتكلم في الحاجات الفنيه، لكن صحفيين ازاي يساعد على محو الاميه؟ لو احنا نجحنا خلال العقد الحالي من القضاء على الاميه يبقى احنا انجزنا ما لم ينجز في تاريخ مصر. انا بس عايز قبل ما اجاوب في دي اتفق ضد مين؟ مع اتفق مع الاستاذ عماد في الكلام اللي قاله انه الحقيقه شايف اتفاقات بده دور مهم. على طول قالوا حقيقة في الحكومه عليها طبعا اتفاقات متفقين الحكومه عليها دور لا يمكن ان نتجاهله في انها تدعم الاحزاب. الحقيقه دي مساله مهمه ولازم تبقى موجوده في الرؤيه الخاصه بالفتره اللي جايه. الصحافه ووسائل الاعلام كلها ليها دور مهم جدا في مساله محو الاميه، لكن هذا الدور لا يمكن ان يكتمل بدون مشاركه المجتمع باكمله، لان احنا الحقيقه بنتكلم عن قضيه حقيقيه وعندنا تجارب عالمية من كوبا زي ما الأستاذ يوسف قال لدول كتير جدا في العالم، إزاي الدول دي في سنين قليلة جدا قدرت تقضي على محو الأمية على الأمية تماما ودعوا آخر أمي. فبالتالي المسألة ليست صعبة وليست مستحيلة، لكنها يجب أن تتحول إلى أولوية في مناقشات الصحافة ووسائل الإعلام، يجب أن تتحول إلى أولوية فيما تقوم به الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب حتى من جهد، لأنه في النهاية ده جهد جماعي علينا جميعا أن نشارك به، لأن ده الحقيقة بيصب في مصلحة بناء المستقبل بالشكل اللي كلنا بنتمناه. أستاذ محمود نفس الموضوع الأمي، يعني أنا رأيي أنا عايز أخرج بتوصية في الآخر، دور الإعلام الرئيسي في هذا الأمر هو توفير مناخ عام لأهمية هذه القضية، يعني في النهاية اللي هيقوم بيه احنا كلنا مجمعين اللي هيقوم بهذا الدور بمحو الأمية هو الحكومة، لكن على الإعلام أنه يوفر مناخ لهؤلاء الأميين أن هم يبقوا حريصين أن هم يشاركوا في هذه البرامج، لأن يعني بعد شوية بيحصل مشاكل أن الناس نفسها ما بتروحش، فدور الإعلام هو أنه يوفر مناخ لدى ذويهم ولديهم بأهمية أن ينهض هذا المجتمع، بأهمية الفرد في المجتمع، بأهمية العلم، بأهمية التعليم. ومش عايزين برضو نختزل الموضوع في الأمية، هو يعني وخلينا نعترف برضو ان احنا عندنا ياما ناس أميين عندهم درجة من الوعي قد يفقدها بعض المثقفين، لكن هي البداية دائما هي القراءة، وبالتالي يستطيع ان يقوم بعملية الوعي. انا بس عندي نقطة بسيطة حضرتك سألت فيها استاذ عبرازي على فكرة الإعلام ودوره في نشر الوعي، وقضية الوعي هي قضية محورية ونحن دائما في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة الخطرة، لكن للأسف كثير بنعمل جلد ذات للإعلام وهو مش مسؤول فقط عن مش مسؤول لوحده عن الوعي، الوعي ده يشارك فيه مؤسسات أخرى، التعليم سواء المدارس أو الجامعات، يشارك فيه الثقافة بكل عناصرها، بيشارك فيه المؤسسات الدينية، وانا اعتقد بيشارك في الاعلام قد يكون عنده قدره انه يعمل وعي سريع، لكن ما عندوش قدره ان هو يعمل جذور توعيه كبيره اللي يقدر يعمل دوت ومستمره، هو التعليم والثقافه والمؤسسات الدينيه. وللاسف حتى الان نعاني في مصر، انا اتحدى ان يكون هؤلاء قد اجتمعوا مره ليناقشوا عمليه الوعي. يعني احنا عارفين بدون خلاف ان المؤسسات الدينيه في مشاكل بينها وبين بعض، المفروض التعليم سواء التعليم العالي او التعليم فقط، سواء الشباب
كل المؤسسات المفروض تجتمع لعملية الوعي، لأن أخطر ما يواجه مصر قضية الوعي. هو قضية الوعي، لأن كل هذه الإنجازات إذا جاء مجموعة أو جيل جديد غير واعي هتضيع. أستاذ عماد، من 40 سنة و 50 سنة بنواجه نحو الأمية وفشلنا. مش مشكلة إعلام خالص، إحنا زي ما حضرتك بتقول من سنوات، من يوم الواحد ما بدأ يعي الدنيا وبنقول مشكلة الأمية. هي مش مشكلة إعلام بالمرة، هي مشكلة زي النخبة بالضبط، هي إفراز للمجتمع. لو أنت أصلحت التعليم إصلاحا جيدا حقيقيا هتقضي على حاجات كتيرة غلط من ضمنها محو الأمية. لكن لو جرمت اللي يطلع من المدرسة أبوه يتحرم التموين، التجريب موجود في، بس لا يطبق في حاجات كتيرة عندك القوانين بتاعتها لكن غير لا تطبق على الأرض. نمرة اثنين، ممكن الإعلام يتبنى دعوة على سبيل المثال يقول إنه الناس اللي بيعملوا الخدمة العامة، فكرة الخدمة العامة يعني اللي ما بيدخلش الجيش بتاع الخدمة العامة، ممكن هديله للخدمة العامة دي، أو الناس اللي يمحو أميت خمسة أو واحد أو اثنين، ودي موجودة ودي ممكن تبقى وتطبق بجدية، ممكن تساهم في جزء محدد من بتاع. نمرة ثلاثة، هو الأساس المبتدأ والنهاية هو التعليم ثم التعليم ثم التعليم. أنا عندي قضايا أخطر بكتير جدا من الناس اللي بيتسربوا من التعليم، من الناس اللي بيدخلوا يتعلموا بياخد شهادة بس مش فعالة، الناس اللي في الدبلومات الفنية اللي أحيانا بديله ورقة وهو ما بيعرفش يكتب اسمه، كنا لسه بنتكلم فيه وإحنا قاعدين جوه في الصالة. في حاجات كتيرة جدا. أنا رأيي إن المشروع الحقيقي والقوم اللي إحنا نتكتل عليه كلنا إصلاح التعليم وضمان إصلاحه. في اللحظه اللي احنا هنروح، ما الدوله حطت مشروع عايزين ندعمه واحنا بنهاجمه؟ لا بندعم، لا 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 ما نهاجمش، ننتقده لو في حاجه غلط من اجل اصلاحه. صحيح. مش من اجل هدمه، لانه في مشكله ايضا زي ما كنا بنتكلم على اهل الشر، الناس ما عندهاش روح ان يا سيدي ممكن تختلف مع حاجه بس ما تهدش كل حاجه مع بعضها، فبالتالي التعليم ثم التعليم ثم التعليم. عبد العزيز، انا شايف يعني الاستاذ محمود كلام الاعلام مش يعني اهميته في الوعي، انه حصل على كل أدوار الأسرة والتعليم والمؤسسات الدينية، أصبح هو الواعظ والمدرس والمعلم وبيربي. لكن خليني أنا أقول الأستاذ عماد، أنا عايز أبدأ من الرصيد اللي موجود في الأمية من دلوقتي أعالجه، لكن أنا لو حتى لو عملت اهتميت بالتعليم وده موجود والدولة بتحطه في صدر أولوياتها، لكن أنا عندي موضوع ومشكلة، لكن أنا نفسي أعمل مشروع وطني لمحو الاميه، يبقى في تكاتف الدوله. مين الاعلام ولا الدوله؟ لا انا بتكلم الدوله، انا بتكلم كلغه مش الاعلام، بتكلم مش على نقطه. انا اسف، انا بقترح على الدوله زي كإعلام. خالد ما اتفق معايا في حاجه، اتفق معايا في حاجه سريعه جدا مع خالد برضو. انا جورنان والوسيله الاعلام، مش بتكلم على جورنان دلوقتي. لا ثانيه، انا وسيله الاعلام دوري الاساسي ان انا انشر الاخبار. صحيح. وانقل المعلومات. لا يا ريت اعمل الوعي ده حاصل جمع حاجات كتير. انا دوري كاعلام انقل. لا بس خلي بالك الاعلام بيطرح رؤى تستفيد منها الدوله. الرؤى مش انا اللي بطرحها. لا مش انا، عندك كتاب، عندك كتاب وعندك خبرات. انا بتكلم هنا على الصحيفه، تطرح رؤى. انا بتكلم على المنتج الصحفي يعني في النهايه. ماشي. في النهايه انا بجيب خبير. حضرتك بتستضيف خبير في محو الاميه، انا اسف، بتستضيف خبير في الاقتصاد، بتستضيف خبير في حاجه. التصور ان الاعلام قادر على كل شيء، لا، اعلام دوره نقل المعلومات. كل شيء كلام مظبوط. وبعد كده في الطريق ضيوفه ومتحدثينه وكتابه يستطيعوا يعملوا ده، بس عشان لا نحمل الاعلام اكثر مما ينبغي. اولا انا مش قصدي الاعلام، انا بقول انا لسه كنت هكمل اقول ان الدوله نفسها لما بتحب تنفذ مشروع، وده الثقافه الغالبه موجوده معنا، بتنجزه مثلا بدل 3 سنين بيبقى في سنه، وده اعتقد عشرات بل مئات بل الاف المشروعات اللي حصل فيها ان حاله سبق. لكن الدوله لما او احنا كلنا كمجتمع عندنا النيه والاراده ان احنا نخلص او نقلل من معدلات الاميه، ده هيحصل في ظرف عام، بس تبقى استراتيجيه مش قاصره على الدوله، على الاعلام، على منظمه المجتمع المدني، على كل السياق المجتمعي. بس بيبقى فيها يعني فكره، حد سالني سؤال مهم جدا من احدى الزملاء الاعلاميين، قال لي ليه ممكن ان يكون الفكر المتطرف الاخواني بيتسلل لعقليات مثلا في كليات الطب وكليات الهندسه، يعني ويمكن انتوا حضرتك تشاركوني في طرح القضيه دي، بس الفكره ان مش كل يعني طالب دايما كان سر، انا بسموه طالب الدحيح اللي بيورد ما يعرفش غير يصم ويحفظ ويطلع يمتحن وبتاع، لكن مسارات الثقافات والفراغات اللي في دماغه دي كتيره جدا، يعني بناء منهج التفكير الصحيح وان يتقبل المعلومات والثقافات والافكار ويحللها بشكل جيد، ده ما فيش زخم عنده، لان معظم الاجيال اللي كانت قبل حاله الوعي قبل 2013 اعتقد ما كانش فيه غير المجرد الكتب
اللي موجوده بتحفظ. لكن مثلا هو تغيير المناهج اللي احنا شغالين فيه بالظبط العمليه التعليميه بالكامل. لكن حتى الاعلام هنا ليه فوائد، الاختلاف اللي بيقوله للمضمون اللي عند الاستاذ عماد بس كله في سياق وطني، ساعه عند الاستاذ محمود المضمون اللي بيقوله الاستاذ نشأت في القناه بتاعته، فبيخلق حاله من الوعي، حاله من الزخم. ما اعتقدش ان دلوقتي واحد مننا عنده هذه الـ 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 الكم الكبير من حجم الثقافة والاطلاع والتعرف على الفكر، أنه يتقبل حتى ولو مجرد ذرة، أنه يتقبل أنه هو يخضع لفكر إخواني أو فكر متطرف أو فكر معادل للدولة والوطنية، أو يسمح لنفسه مجرد التفكير عن زي ما قال الأستاذ عماد أنه هو يضع إيده في إيد عدو الوطن. مواجهة الأعداء ومواجهة الشائعات ومواجهة أهل الشر جزء منها القضاء الأمية. سلام محسن الوعي. بص يا بيه بص يا بيه انا ما هو معلش يا استاذ الوعي لن اصل الى درجه الوعي اللي بيتكلم عليها الاستاذ محمود وحضرتك الا اذا محيت اميه الناس. طبعا خلينا عاملين الابجديه وانا الصحفي المستفيد يعني كمان اللي هي اول شيء صح. يعني انا متصور الاتي في المساله دي، احنا عندنا ازمه حقيقيه لازم نعترف ان في ازمه حقيقيه اسمها ازمه اميه، وجنب ازمه وعي كمان، يعني في ازمه وعي في ازمه ناتجه عنها برضه او احد مسببات دي نتيجه لدي يعني مش ناتجه عنها لكن في جزء منها، لان ازمه الوعي مفهوم اشمل كتير من ازمه صح. الاميه ماشي. يعني ممكن يبقى ام وعنده وعي بالظبط كده صحيح. الاميه لازم نعمل. انا اتصور وانا بشكرك جدا على طرح هذه المساله، وارجوك ان تتبنى كلنا ورجائي ليا نفسي ولكل الزملاء الموجودين. طب ممكن بس عشان احنا عملنا حاجه استاذ محمود نشيد نطبع بيان اشاده اول مقال تكتبه على محور الاميه كيف؟ ما ده اللي انا بقوله. استاذ عماد اول مقال تكتبه حضرتك اول مقال تكتبه استاذ خالد اول مقال تكتبه انا كتبت عبد الرازق اول مقال تكتبه استاذ يوسف انا بدعو ما عملتش حاجه مش هيحل المشكله مبادره انا مبادره من هنا من المكان ده بنقول فيها انه القضاء على الاميه اول الطريق للاصلاح. ده انا بحييك على طرح هذه وانا شخصيا كل مقال كده هقعد اقراه واعيده ثاني بس اول مقال وعد منكم كلكم على محو الاميه اول طريق التصحيح او الاصلاح. ده كلام ماشي يا استاذ عماد. الكلام ده محتاج عده خطوات. لازم نقسم الاميه. الاميه في جزئين مهمين جدا لازم نعالجهم، اصلاح التعليم ومنع التسرب، وفي خطوات تانيه بقفل الحنفيه. لازم اقفل الحنفيه خالص. يعني النهارده احنا 2020 وبداية العام الدراسي اللي جاي هيبدأ في سبتمبر ان شاء الله اكتوبر ان شاء الله. عندي كام واحد النهاردة مثلا؟ يعني عندي 20 مليون امي، فلازم ال 20 مليون امي دول ما يبقوش ابدا 21، هم 25 بالمناسبه او يعني ان كان طبعا يعني ايه اللي بيحصل للناس بالظبط كده 25 مليون واحد رقم مصري رقم ما يعرفش يقرا ويكتب فظيع خارج العصر خارج العصر رقم فظيع جدا طول الزمن رقم فظيع جدا. واجي اروح مقسم ال 25 مليون دول برضو ما تحت ال 60 وما فوق ال 60. ما تحت ال 60 ده اجباري، اسمها ماده اجباريه كده، ده اجباري تجنيد اجباري. ما فوق ال 60 ده تجنيد اختياري، ربنا معاك يعني اختياري، لا اختيار لان برضه هناك يعني احنا بنقرا نماذج محترمه جدا. انا بشوف لسه حد يمكن مش عارف حد كان عند الاستاذ محمود اظن انت جاي كنت جايب حد عنده مش عارف 80 سنه ولا حاجه بياخد خد بالعكس حاجه شيء 55 سنه انا شايفها لسه قاريها عندنا كان في واحده كبيره لسه قاريها قريب. فبالعكس ده نماذج هايله يعني، فلازم يبقى اختيار. عشان كده لازم افتح لهم الباب، انا بقول لازم افتح لها النماذج المحترمه اللي عايزه لازم افتح لها حتى لو عنده 90 سنه. اهلا وسهلا بيه. بادعو سياده الرئيس الحقيقه معلش على حد كل واحد يقول لي ما عايزك من الاخر انت ما هي بس من الاخر للامانه بادعو سياده الرئيس وبترجاه لانه هو القادر الوحيد على ان ينجز هذا الملف، وانا لا ابالغ والله لما بقول هو القادر يعني انه نقدر الوحيد اللي يقدر برؤيته بصلابته بتحديه بتفكيره بتركيبته بمتابعته بعايز النتائج اللي احنا كلنا عارفينها. لو هيت ده لو اصبح مشروع ضمن المشروعات اللي مشروع قومي التي يتبناها الرئيس الان زي باقي زي مشروع من المشروعات اللي بيتبناها الرئيس الان وتعمل له كده خطه. النهارده ال 25 مليون دول مش عايزهم يزيدوا واحد. ال 25 مليون دول خلال من سنه لاربع سنين لخمس سنين ما اعرفش اللي سيادته طبقا للدراسه واللي تتعمل مشروع دوله في ثلاث اربع سنين تزاح الاميه من على جسد المصري تماما.
باجي بعد كده بعمل ضوابط صارمة في التعليم، وهي بدأت على فكرة يعني مثلا ايه اعانات تكافل وكرامة، انا عارف انها مربوطة مرتبطة تماما، ده شيء رائع، ده شيء رائع. الفكرة اللي اشارها مش عارف الاستاذ خالد ولا الاستاذ عبد الرازق لما بيقول بطاقة التموين، ما اعرفش اللي حد من اللي يتسرب على فكرة، على فكرة كوبا عملتها يحرم من خدمات التموين. على فكره بطاقه التموين دي كانت موضوع على خالد ولا عبد الرحمن، يبقى بس انت منحاز للجماعه بتوع الصحفيين القوميه. بعتذر، بعتذر انا وعماد وسعد، بعتذر يا استاذ. ما انا قلت لك انت اللي عملت السبق، انت عملت انفراد النهارده وسبق مهم جدا في هذه القضيه، بحييك عليها بجد يعني. استاذ محسن 2006 كان عندي كتاب عامله اسمه التعليم الصيني، كنت بحلم فيه. استنى يا استاذ محسن بجد يا استاذ يوسف، بقول لك انا اثرت الاميه مش انت، 2006 كان في كتاب كاتب عنه في الجمهورية، قلت عملت قصة تخيلية انه خلال 10 سنين قضينا على الأمية 2006 وجبت 2006 وجبت كل تجارب الدول منها كوبا، وقلت عملوا ايه وايه وايه، وقعدت احلم ان احنا ودعنا اخر امي في مصر في احتفالية عالمية عند سفح الهرم في 2013 كنت في دماغي. احنا كنا بنحلم بهذا الكلام ف يعني نقدر مع بعض كلنا. احنا 2020 دلوقتي وعندنا 25 مليون امي، ده لو تم هذا الجدول او الخطه اللي احنا بنقول اللي بطرح رؤوسها مع حضرتك دي بشكل معين، بتمنى وبترجى سياده الرئيس انه يتبنى هذه الاجنده او هذه الخطه او هذا المشروع القومي ضمن مشروعاته، لان دي هتبقى اضافه ضخمه جدا لمصر، لان فعلا مصر ما ينفعش اطلاقا نقول ان فيها 25 مليون امي ولا 5 مليون امي، ما ينفعش ولا امي واحد. اتفضل قول يعني على مائلة محو الأمية. هو الأستاذ يوسف بدأ فيختم في القصة دي، بدأت إيه موضوع محو الأمية، كيف نقضي على الأمية المنتشرة والمتفشية اللي هي 25 مليون. أستاذ عبد المحسن جاب من الآخر قال يا جماعة ما تعيش دي في دوره، الموضوع عند هذا الرجل. يا سيادة الرئيس نترجاك أن تتدخل لوضع خطة للقضاء على الأمية في ظرف 4-5 سنين. لا احنا قدامنا ليس لها حل غير ذلك بصراحة. احنا قدامنا تجربة مهمة جدا، وهي تجربة فيديل كاسترو في كوبا، عندما ربط كل ما يحصل عليه المواطن من أول طفولته بأن يكون يقرأ ويكتب، علما بأن الأمية درجات كتيرة جدا، في الأمية الأبجدية وفي أمية الوعي وأمية الإدراك وأمية فهم الحياة. الأمية كتيرة على فكرة، بس جوهر المشكلة في الأمية الأبجدية، يعني كل الباقي مترتب على الأمية الأبجدية، أن تقرأ وأن تكتب. أنا موافق جدا الأستاذ محسن على فكرة أن الرئيس يتبنى مشروع مصري كامل وصميم. أنا حتى كلمة محو يعني مش عارف، عايز مصطلح تاني جديد، عايز مصطلح جديد. آه محمود مسلم مجابهة الأمية مش هنختلف على المصطلح، على الأم نشيلها. المهم ألا يكون فيه مصري أمي، خاصة أن احنا كنا من أقدم الشعوب في التاريخ الإنساني كله، قبل التاريخ حتى كان عندنا حضارة، ومعابدنا القديمة عليها نقوش وعليها كتابات، قبل كتابة الهيروغليفية قبل أن تعرف البشرية حتى الحروف والكلمات والكتابة. فلا يصح أبدا أن أقدم شعب علم الدنيا كلها كيف تكتب، وجوم الناس كلهم عشان يتعلموا من مصر وعشان يشوفوا في مصر الذي لم يروا إلا في مصر، أن يبقى فيها 25 مليون أمي، وأن كنت أعتقد أن الرقم أكثر من هذا. وكمان من ضمن الكارثة إحنا مش عارفين الرقم. بعد إذنك مش عارفين الرقم. لا 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 اتفضل. أنا أحاول أربط الكلام ده بتاع محو الأمية بالموضوع الأساسي بتاع الحلقة، وهو انتخابات مجلس الشيوخ. أحد المشاكل الأساسية اللي ترددت كثيرا في اليومين اللي فاتوا النهاردة وامبارح، إن عدد من الناس الناخبين كان بيدخل اللجنة مش عارف لعارفون فيه رموز أصلا معناها كارثة. بالظبط الرموز بتعكس إن في أمي بس إنه مش قادر يفرق. أولا من أول إنه مش عارف يفرق ما بين المرشحين بعضهم البعض، مرشح القائم ومرشح الفردي ووصفات، ومضطر حد يشرح له، علما إنه طبعا أنا ضد المقارنة بس للأسف أحيانا بتلاقي نفسك مضطر ليها. سويسرا أكتر بلد في العالم يقال إن هي بتعمل استفتاءات واستطلاعات وانتخابات، ومعظمها بتتم بالبريد، بيروح له في الأحيان ممكن في المتوسط في الشهر، لو عمل عايزين يغيروا لون حنفيات المية بيبعثوا للناس إيه رأيهم، والأمور بتتم كلها عبر البريد والأمور بتمشي. فأنا أتمنى أنه هو جزء منها مرتبط بالكامل اللي كنا بنتكلم فيه على الأحزاب،
لما انت بتلغي الاميه لما يبقى عندك وعي معناها الاحزاب هتبقى دي قويه. معلش يا استاذ الشباب بعتوا لي الصوره دي، دي فصل من فصول محو الاميه سنه 1953 وما زال النيل يجري 1953. طيب انا عندي مصطلح محو الاميه 53 ايوه 53 وصلت دلوقتي كده لمصطلح ارجو ان توافقوني عليه. تحيا مصر بلا امي يا رائع. تحيا مصر بلا امي اه ده بقى ده الصق ده الصق اللي انت سقيته النهارده يا استاذ نشأة. طيب ممكن تتبنوه؟ ممكن نتبناه يا استاذ خالد؟ والله استاذ عبد الرازق تحيا مصر بلا امي. تحيا مصر دي مبادره تحيا مصر بلا امي. لا نتبناها يا ريت. ممكن نعمل هنعمل يعني دعوه للسيد الرئيس ونقول له احنا كذا كذا اللي انت قلته ده شيء رائع جدا جدا جدا. طيب انا اعتقد تعبت من الكلام. احييك عليك. وبعدين معايا تعرف يعني لو تم امراء في دوله الكلام استاذ نشأت يا بلدياتي لو فضل. تم محو الاميه لا الجرايد هتوزع ما توزعه الان من ارقام هي كبيره وكل حاجه لكن هتبقى مضروبه في عشرة طبعا. اي كتاب هل يجوز نبقى 100 مليون نسمه واي كتاب في مصر بيطبع 1000 نسخه؟ لا. هل يجوز يا رئيس هل ممكن اختلف معاك اختلاف بسيط؟ اتفضل. النسبة الأمية كانت أكبر بكتير والجرائد المصرية كانت توزع لحد سنة 74 4.5 مليون دلوقتي نزلت 600 ألف أو 400 ألف كلها مجتمعة لا توجد علاقة مباشرة بين الاثنين في علاقة تراكمية في النهاية بس دول موضوعين مختلفين هي تؤثر في الواحد على فكرة مظبوط أنا شبه هي دي 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 قصه يا استاذ عماد هي مرتبطه بازمه يعني في رايي برضو حاجه اخرى بس انها مرتبطه بازمه وعي مش بازمه اميه يعني ومناخ عام لا هي ازمه وعي يعني ازمه وعي اكتر منها ازمه اخرى لان ازمه وعي لان برضو انت عندك النهارده لما بتشوف الصحف حتى في دول العالم مختلفه هتلاقي الصحف في دول العالم مختلفه لا تزال قويه وعافيه وبتصدر وفي دول زي الهند رئيس بتزداد نسبة التعليم مش كبيرة قوي يعني هي العلاقة مختلفة شوية في الصحافة رئيس لا ده حالة مختلفة. يعني أرجوك برضو لو نقدر نعمل لها حلقة أنا أحييك عليها والله. خلاص نعمل سيد محمود أستاذ عماد والله العظيم هنعمل برضو صالون فقط نتحدث فيه عن أفكار جديدة لتحيا مصر بلا أمية ونجيب الناس المسؤولة خبراء مجموعة ناس خبراء عندهم معلومات حقيقية طرق أفكار تجارب الدول الأخرى الحديثة. طيب عندك مانع أستاذ محمود أستاذ عماد وأستاذ عبد المحسن وأستاذ عبد الرازق وأستاذ خالد إن إحنا كل مؤسسة عندكم تعمل لنا ندوة ونتحرك فيها من في كل مؤسسه لا نتكلم فيها ونقول تحيا مصر بالاميه نبدا نتحرك ونبدا معرفش مين يدعونا الاول كلنا بنرحب طب مين يدعونا الاول نروح عنده في المؤسسه بتاعته خلاص الاهرام ماشي نبدا بالاهرام ونحتفل بمحو اميه اخر مصري ويبقى يا رب نعيش بس لا مش حاجه يا ريت في حياتنا والله ممكن اربع سنين ممكن نقضي عليها لا في تجارب رائعه جدا. انا طيب انا هقول بس ان يعني اتوقف شويه عن الاسئله والان احنا نسالك بالظبط كده فكل واحد مش يسالني انا لا انا مش واحد يسال بقى يتولى مكاني اداره الحوار استاذ محمود مسلم تبدا انا عايز اسال عن ايه براحتك بقى انت خلاص انت المجيل طب اسال الناس كلهم اسال انت عايزه انا هشرب القهوه انا حابب بس اسال استاذ يوسف عن تجربته في مجلس النواب هو بقى له 5 سنين واعتقد بالنسبه له تجربه ثريه طبعا تجربه مهمه جدا وشديده الثراء كبير ومثقف كبير واعتقد ان هي كانت تجربه مختلفه ومتميزه ففرصه ان هو برضو يعني واحنا في محفل تشريعي او في محفل انتخابي احكي لنا عن تجربته في مجلس النواب. والله انا بشكرك جدا جدا على السؤال ده كتر الف خيرك. يعني انا لما كلمني اتصل بيا بالتليفون اللي هو عباس كامل وقال لي ان هيختاروني في مجلس النواب فقلت له اديني فرصه افكر قال لي لا ده القرار لازم يتمضي النهارده بالليل وما ينفعش فشكرته وحقيقي عمري ما تخيلت نفسي يعني كل واحد بيتخيل نفسه في حاجات كتيرة قوي وهو صغير وهو شاب وهو مراهق وهو كبير عمري ما تخيلت نفسي أنا دخلت مجلس النواب مرتين قبل ما يتم تعييني فيه رحت للدكتور فتحي سرور وقبله رحت للدكتور رفعت المحجوب لإجراء أحاديث صحفية مرة كانت لمجلة باريس ومرة كان لمجلة المصور دول المرتين الوحيدتين اللي حطيت رجلي فيهم في مجلس في البرلمان لكن هي تجربة شديدة الأهمية وشديدة السخونة وشديدة الإنسانية لكن وإحنا بقى كلنا صحفيين وأنا صحفي زيكم بالظبط
صورة البرلمان الحالي في الإعلام مش صحافة بس يعني أقل بكتير من المنجز اللي فيه. أنا مش بدافع عنه ولا إنما ما يجري في اللجان وما يجري في اللجان اللي بتشكل وبالجلسات العامة بالعكس أكثر بكتير جدا من الكتابة. والكتابة كمان يتم البحث، أنا بشوف زملاتي طبعا هناك الصحفيين البحث عما يمكن أن يكون عيب أو مشكلة أو مأزق عشان يتم الكتابة عنه، لكن لا يمكن يتقال أنه أنجز كذا أو ما أنجزش كذا. هو برلمان مظلوم جدا في صورته الإعلامية. أنا خلصت. أنت خلاص؟ ثالث. أنا أوجه سؤال. للي أنت عايزه. أنا هسأل الأستاذ عبد المحسن بقى، بما أن إحنا أخبار اليوم والأهرام جيران وحبايب يعني. طبعا. المؤسسات الصحفية القومية الحقيقة من المؤسسات اللي اتظلمت كتير في الفترة اللي احنا فيها دي. مظبوط. رغم ان عندها الحقيقة كل ملكات وامكانات انها تتجاوز ازمتها. مهم ان بما ان احنا على الهواء تكلمنا وتكلم الناس عن رؤيتك للمؤسسات الصحفية القومية والمستقبل المؤسسات دي، اللي هي اعتقد انها عمود خيمة في الاعلام والصحافة في مصر، لانه لو تكلمنا هي مش بس مصدر لكل القيادات الصحفية. الأستاذ محمود مسلم هرامي طبعا. هرامي طبعا. لا كمان كل اللي بيشتغلوا في الإذاعة والتلفزيون معظمهم أو معظم عصب اللي الشغل هو مصدره المؤسسات الصحفية القومية. عايزين نسمع والناس تسمع على مستقبل المؤسسات. شكرا يا أستاذ خالد. طبعا أنا بقول إن ده سؤال مهم جدا، وبدون مجاملة أنا بعتقد أن المستقبل المؤسسات مستقبل واحد، والكلام مش نظري. لا ما تشاورليش بدماغك، لأن الكلام ده بيقولوا لي بقى أطلب لا زود لي الوقت. والله أنا بقول لك فيتحكم في الوقت براحة. لسه فاضلين ساعة. بص على مش احنا 11 11 لا احنا انا ارفض القمع اللي بيتعرض استاذ عبد المحسن 58 نطلع لو سمحت. لي بقى من الناس المديرين بس انا ارفض اي قمع يتعرض استاذ عبد المحسن لو سمحت. انا اشهد به، خليه يعبر عن رايه كامل. انا اشهد ايه بقى كان استاذ من الدكتور عمرو في موسكو. والله الدكتور عمرو حبيبي. هو اللي بيعمله ده جزء من استهداف المؤسسات القوميه. اول ما بدانا نجيب لي عمرو عبد الحميد بس على اساس جاب لنا عمرو هدول عمرو حبيبي بس على اساس نتكلم عن النهايه. نتكلم عن النهايه. هو سؤال استاذ خالد سؤال مهم. طبعا اتفضل. المستقبل سؤال استاذ خالد. طب تسيبوا التجديد دول جاي. والله معلش انا وجهه نظري الست سنين اللي فاتت دول المؤسسات الصحفيه القوميه على مستوى ليش المستوى الاداري والاقتصادي مستوى المضمون المحتوى الاعلامي كان اعتقد وكلنا كصحف كصحافه مصريه كانت يعني زي فكره اظهار القدره الشامله للدوله. دي واحده الامر الثاني انك انت كشفت كتير قدام المواطن اللي ما كانش يعرف حقيقه الكيانات دي كلها. اعتقد ان هو بقى باب مفتوح. فانا انا 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 مش منحاز. انت بتساعد الاستاذ عبد المحسن يعني؟ لا هو الاستاذ عبد الرازق هو هيتكلم في الشق الاداري والاقتصادي. الاستاذ عبد الرازق حس ان انا ليه الشق الاداري والاقتصادي ليه ده الاستاذ عبد المحسن اصلا صح. انا عارف الاستاذ عبد الرازق حس ان انا عايز اساله كمان هو الاستاذ عبد المحسن فعشان كده تطوع بالاجابه اللي بشكره عليها. اتفضل يا استاذ عبد المحسن. فدايما بقول لحضراتكم ان متكلمين عليك بواقعيه شديده ومن خلال خبرتي المتواضعه في هذا الامر بقول ان مستقبل المؤسسات الصحفيه القوميه مستقبل واعد بشروط. اولا احنا كانت انت بتتكلم تعال نفرق بين حاجتين ما قبل 2011 وما بعد 2011. ما قبل 2011 المؤسسات الصحفيه القوميه كانت منطلقه جدا وقويه جدا وفي ازهى اسرها. جت فتره من فترات في محاوله لاستهداف هذه المؤسسات واستهداف صناعه الصحافه بشكل ودور عام مصر ودور مصر واستهداف الإعلام وتشويهه استهداف قوة مصر النعمة وقوة يعني. مصر النعمة ووصفنا في ذات مرة على لسان المرشد العام بأن احنا صحرة فرعون ومش ذات مرة ده أكتر من مرة شغالين دلوقتي عليها صحرة فرعون أكتر من مرة يقول اللي قاعدين دول صحرة بالظبط. فعلى فكرة رغم أنهم مش فاهمين برضو هم مش فاهمين لأنهم أغبياء أنا آسف يعني لأن سحرة فرعون دول هم اللي آمنوا بربنا يعني هو اللي رب آمنوا بموسى وآمنوا بربنا لأن هم لأن كان الناس عندهم عقل شديد جدا فلما كان هم سحرة
بس جم شافوا الحقيقه فاعترفوا بالحقيقه وامنوا بيها. وبالتالي احنا تعرضنا لحمله تشويه منظمه وقويه جدا وما زالت استاذ عبد المحسن قنواتهم من هذا طبعا تعرضنا لمأزق في اطار هذا الاستهداف. تعرضنا لمأزق اقتصادي اضعف قوتنا يعني مثلا الاهرام والاخبار كانت مثلا لهم طبعات دوليه وانا بيحز في نفسي كتير جدا ان انا الطبعه الدوليه الان مش موجوده واذا كان الامر لو في ايديا الامر واقدر اعملها بكره هعملها لان انا بتضايق جدا ومش ببقى مبسوط اطلاقا ان انا اجد صحيفه ما مش مفهوم. هنقول اسماء بتطبع في 14 عاصمه وانا كنت بطبع برضو في 14 عاصمه والاخبار كانت بتطبع في 14 واكتر. لا لازم نعمل ده. عندنا اصلاح اقتصادي بدانا فيه وقطعنا خطوات مهمه وانجزنا فيه ملفات مهمه ومحتاج استكمال مش كل المطاف محتاج استكمال قوي لكن بدانا عشان برضو كلام مش نظري والناس اللي قاعدين بيسمعونا يقولوا انهم بيقولوا اي كلام. لا انا بقولش اي كلام لكن قطعنا شوط وامامنا اشواط شوط مهم صحيح انجز وانجز بشكل حقيقي. وكانت الصحافه القوميه هي الداعم لكل الصحف بمسيه فيها الصحافه الخاصه والاستاذ عماد حسين هتعلق. نموذج هتعلق طبعا لهذا الامر وبنقوم به بدور في منتهى الحميميه والحب والاحترام لان ده دورنا ان احنا نحافظ على قوه مصر الناعمه في كل مجالاتها. فقمنا في جزء قطعنا فيه شوط في جزء محتاج استكمال نرجو ان شاء الله خلال المرحله المقبله ان يتم هذا الاستكمال. الصحافه ما فيش انا ضد فكره التقليل والاستخفاف بدور الصحافه لا اطلاقا لان احنا ما احناش حاجه منعزله عن الكون. الكون بيقول ان الصحافه لا تزال قويه حتى في ارقى الدول في امريكا وفي روسيا وفي الهند وفي اليابان ممكن في ممكن صحيفه تختفي لكن مهنه الصحافه لن تختفي. صحيح قولا واحدا. طيب وبالتالي المستقبل واعد يا استاذ خالد ان شاء الله ونقدر ان شاء الله نعمل ده ونقدر مع نستطيع مع نستطيع. لا الاستاذ عماد قبل ما يبدا تعليق وانا عايز اقول ان هو اتعلم الصحافه كمان في الجمهوريه يعني لازم الناس تبقى عارفه انه اتعلم في الصحافه قوميه. الجمهوريه ليها فضل عليا لا انكره بس انا بيتي كان وما زالت طبعا وستظل. الاستاذ سمير رجب طردني من الجمهوريه في 93 بتهمه ان خطر على الامن وقتها والله العظيم فعلا والله يعني قصه طول بس انا بدات في صوت العرب والعرب قصه طويله بس انا السؤال اللي ساله خالد للاستاذ عمر حسين هو سؤال مهم جدا بس انا احاول اعكسه ان هو مش بس للصحافه القوميه للاعلام المصري كله الاعلام لانه برضو احد المشاكل اللي هي لسه موجوده اللي هي فكره التفريق بين الصحافه القوميه والصحافه غير القوميه. انا بقول الصحافه الوطنيه كلها الصحافه المصريه لانه كله يعني دي من اسلحه الدمار الشامل من التفرقه يعني. لا مش التفرقه لا مش التفرقه هو بيتكلم عن دور الصحافه والاعلام ان هو لم يعد احنا ما عادش عندنا بس اخبار وهرم وجمهوريه كان عندنا صحافه حزبيه في وقت ثم به في صحافه مستقله وفي صحافه خاصه. فبالتالي علينا ان احنا ننظر اللي بره ما بيفرقش من القومي وغير القومي بيقول الصحافه الفرنسيه الاعلام المصري بالظبط. وبالتالي ان احنا نؤمن انه دعم الصحافه المصريه كلها أهرام أخبار جمهورية شروق مصري كله ده الوطن طبعا لا الوطن في قلب لا يعني إلا محمود في قلب المسألة دي لأنه ده قوة الحقيقية. إحنا رغم كل العثرات اللي تعرضتها الصحافة المصرية ما زالت هي الأقوى في المنطقة ما زالت الأكثر تأثيرا وبالتالي دعمها أعلى صوتا صوتها مسموع مش دعمها بالمعنى الفلوس بمعنى أن أنا بهيئ لها أن هي تبقى قوية أن هي تبقى متمكنة. جزء من ده اقتصاد احنا تعبنا فعلا في تعرضنا لحاجات كتيره جدا صحيح. ارتفاع اسعار الورق كورونا حاجه بس التنوع الصحافه المصريه طول وقتها كانت متنوعه صحيح. فبالتالي التنوع ده اللي التنوع في اطار الدوله الوطنيه. الاهرام عملت جهد حقيقي والاستاذ عبد المحسن على المستوى الشخصي كان داعما قويا للصحافه الخاصه ومنها الشروق بامانه واقف جنبنا في حاجات كتيره جدا وبقول له عليك ان تستمر في هذا الدور وتبقى اكثر مرونه لانه الاوضاع صعبه جدا وما ينفعش اللي بيحصل ده. وان احنا طبعا مش هنقول ايه اللي بيحصل مش عايزين نعرف مش عايزين نعرف انتوا بدا لكم تسوقوا
لا مهم ان احنا نبقى مؤمنين انه جزء اساسي الدوله المصريه لما بتيجي تتعرض لمؤامرات من الخارج الاعلام المصري القوي هو اللي بيزود عنها بالزبط. والاعلام القومي والتلفزيون الوطني والصحافه كلها الصحافه وبالتالي ان دي المساله مش مجرد انه انا ضد فكره انه يقول لك اصل هي بتخسر الصحافه طيب لا ما هي بتخسر في حاجات كتيره بتعملها مش منطق الخساره والمكسب بمنطق الدور الوطن اللي بتعمله صحيح الوعي اللي بنتكلم عليه ازمه الوعي اللي دعمها شرط ان تدار اقتصاديا بالمناسبه عشان حتى لا يفهم البعض كلامي ان هو احنا سايبينها كده صحيح لا ان مش معناها ان انا بسيبها باوضاعها الخاطئه لا بصلح اقتصاد بس ابقى عارف الدور الوطني اللي بتعمله والدور التنويري والدور العام في كل شيء لانه لا قدر الله لو وقعت هذه الصحافه المصريه والاعلام المصري هتيجي اوقات صعبه جدا قد لا تجدها طب عايز اسال لا عشان وقت خلص بما ان انا هقول جمله واحده مفيد بكمل بيها بس كلام الاستاذ عماد لانه الحقيقه الدستور والقانون نص على ده هو الدستور والقانون اشترط الاداره الاقتصاديه السليمه صحيح لكنه لم يشترط تحقيق الربح لان المشرع كان يعرف ان هناك هدفا اكبر واهم يمكن ان يشرحه بالضبط كده عندي سؤال الاستاذ يوسف في دقيقه هم سؤالين مش فيهم واحد لا سؤال واحد فيهم واحد ليك عشان ما انت ضيعت الدقيقه كده خش على طول دايما انت كاعلام رئيس دايما شفنا بدايتين كده على خاطرك يا شات عشان اثبته بس شفنا موجه دايما شوف هو اهملني واتجه اليه ضروره ان يكون لمصر اعلام زراعي اعلام خارجي ده مهم لكن انا شايف انا شخصيا وجهه نظر مقتنع بحاجه تانية ان المساله والتحدي بيبقى جوه التفجير بيبقى جوه انت شايف يا استاذ نشأت بصفتك اعلام كبير منظومه الاعلام الداخلي اولى بالاهتمام ولا ان يكون ليك خارجي كده كده يعني انت مش هت فكر يعني فكر ايوه الاثنين مع بعض بس في ناس دايما في جلدها للذات الاعلام بتقول لك اصل احنا مالناش اعلام دول لا انا فكرتي امن اعلامك الداخلي وعقول شعبك بشكل يعتمد على المهنيه والمصداقيه والشفافيه ده هيجنبك حاجات كتير السؤال الثاني الاستاذ احنا دايما بنقول استاذ يوسف استاذ يوسف هي طبعا ده استاذ يعني شاور لا رئيس انا بقول استاذ يوسف ناقص تقول لي نفس الجمهوريه كمان فانا بقول دايما ايه الفكره دايما معاناه من عدم تقديم اعمال دراميه او سينمائيه أيوة. دايما بترجع أيوة. للكتابه ايوه زمان انت حضرتك قلت نجيب محفوظ ويحيى حقي وغيره 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 طب ايه السبب والله العظيم والله العظيم وكتابه الكريم الكتابه جيده وفي اعمال جيده لا باس بها لكتاب قد لا يكونوا معروفين لكن المشكله الدوله تخلت عن دورها في صناعه السينما تقلص كثيرا دورها في صناعه الدراما التلفزيونيه وسلمت لشركات خاصه تقوم على اعتبارات كثيره جدا ليس من بينها دور مصر الثقافي دور مصر الثقافي لان قلت كله كان في مرحله كان فيه اهتمام حقيقي بان يكون لهذا الوطن دور لان مصر على فكره دوله دور في المنطقه وفي العالم كله وان تخلت عن هذا الدور بتبقى خلصت صحيح انا معاك صح اتفضل يا استاذ ما ينفعش بمناسبه الصحافه يعني ما ينفعش الناس النخبه في الوطن العربي في دول الخليج في المملكه العربيه السعوديه في البحرين في الامارات في اي دوله من الدول العربيه الشقيقه يعني اللي كانت بتقرا الجورنال المصري الجريده المصريه صحيح الجورنال ما يوصلهاش لازم الجورنال يوصلها ما ينفعش ان انا اقول اصل انا بطبع بوزع في السعوديه 3000 نسخه فبخسر عليا ما ينفعش ده دور لا ده دور ده دور مش فلوس لا ده مش فلوس زي ما دور بيمثل امن قومي والامن القومي لا يقدر بها الرئيس الكبير لما في بدايه حتى ازمه سد النهضه كان الاخوه في السودان بالظبط في لقاء معاهم احنا عايزين الجرايد المصري لو سمحتوا بعتوا لنا الجرايد المصري ايوه صحيح بس بعد اذنكم هل المقصود الجورنال اطبعه ورقي وابعته السودان ولا نطبع نبعته له هناك ويطبعه أيوة. هناك هو كان طيب. عندهم استعداد بنطبع هناك كان بيطبع هناك في نقطه هناك انا بتكلم رئيس انا عشت في الامارات 10 سنين وكنت احد الحاجات الاساسيه بعد صلاه الجمعه اروح اشتري الاهرام ماشي بس هو الدنيا اتغيرت بيه عندي الاونلاين الجريده الرقميه انا هو التاثير ما احنا في مواقع كتيره جدا ما بنقراش الورق بتاعها بس بنقرا الموضوعات على انا الاساس مش مهم ان هو الجورنال ورقي ولا لا مهم يا عماد بختلف معاه طب اقول لك على تجربه بس عشان يبقى كلامنا عملي انا في جورنال عربي بيطبع في مصر عارف
ماشي لونه مختلف ماشي بيتوزع بيتوزع في مصر. بقول لونه كمان بيوزع مختلف بيوزع له 3 4000 نسخة ماشي بس مؤثر جدا. طيب ما ده اللي انا بقوله صحيح ما ده اللي انا بقوله هلا توصل للنخ هلا طيب ال 3000 دول هم او توصل لها تاني بطريق لو انت في طريق تاني صناعة. تقدر طيب مش هنعمل تكامل ما نوصل ده ونوصل بس ده. ايوه ده الكلام مهم صناعه صناعه هي صناعه. طيب يا استاذ عبد الرازق عشان الوقت استاذ نشأت بقى يجاوب على السؤال بتاعه لان ده اخر سؤال يا استاذ عبد الرازق وانت اللي سالت السؤال. انت سالتني سؤال بتقول لي الاعلام تاثيره الخارجي وتاثيره الداخلي وهل احنا مقصرين في الخارج؟ لا انا بقول لك الاولى بالاهتمام ناس كتير ده ما فيش حاجه اسمها الاولى بالاهتمام او هل ممكن ينفع اسالك اقول انت سالت الاولى بالاهتمام انت يا استاذ عبد الرازق الاجابه واضحه جدا انا ما ينفعش تسالني تقول لي الاهتمام بامك اكتر ولا ابوك اكتر الاثنين مهمين الصحافه والاعلام وتاثيره الداخلي فرض عين على الجميع صحيح وتاثير ودور على فكره ودور ودور يا نشأة الخارج ودور صوره مصر للخارج فرض عين على الجميع لا يمكن هتنجح الدولة في ضبط الأداء الداخلي وضبط علاقتها الدولية إلا بفرعي الإعلام. صحيح. أنا بقول لك إحنا التأثير الإعلام المصري في الخارج بعافية. خليني أقول لك بصراحة إحنا غايبين وفي فراغات في الخارج نتيجة حاجات كتير جدا. أنا معرفش مين الجهة المسؤولة ولا مين المسؤول. كلنا على بعض مسؤولين إن إحنا صورة مصر حقيقية 6 سنين أنجز ما لم ينجز في 60 سنة وكلنا مؤمنين بذلك. مفيش مجاملة ولا في مبالغة في الموضوع خالص. لم ننجح في توصيل هذه الصورة نقية للخارج يبقى في حاجة غلط عايزين نظبطها. أستاذ يوسف تفضل اسأل. لا خليك انت في الآخر عماد انت سألت أنا متنازع عن دور الأستاذ محمود. لا لا لا, لا, لا. أنا أستاذ محمود يسأل سؤال تاني. طيب أنا أسف غيرت رأيي. النقطة في الاستمرار لده بعض الدول لمين؟ لو أنا بجاوب لا مش عايز بس أضيف معلومة صغيرة جدا على اللي أنت قلته فيه. بعض الدول اللي ما عندهاش إعلام داخلي خالص فطنت لده وعملت إعلام خارجي صار مؤثرا وتسبب في قلاقل ومشاكل وكوارث. وبعض الدول تانية لا تؤمن بحرية ولا ديمقراطية إطلاقا بس عملت وسائل إعلام خارجية منوعة وعملت تأثير مصدرة للخارج وبالتالي صحيح. وبالتالي هي قضية متكاملة النشاط. أنا أنت دلوقتي بيدور أنت عندك الجرائد الأمريكية على سبيل المثال والبريطانية هما الأكثر تأثيرا. افتتاحية بتعملها الواشنطن بوست أو نيويورك تايمز بتهز دول كتيرة جدا. صحيح. محدش فينا قادر يعرف إيه اللي بيحصل مثلا افتتاحية جريدة الشعب الصينية أو البرافدا أو في موسكو. صحيح. فبالتالي أنت كلما كان لديك هنا دي القوة الناعمة على بعضها القوة نعم عندك الواشنطن بوست نيويورك تايمز سي بي اس سي ان ان فوكس احد الادوات الرئيسيه وما تقوليش محايده بس بتسلطها على دوله بتهد في دول احنا مساهمين في اللي انت قلته ده قد ايه درجه الاقلام المصريه اللي بتكتب في واشنطن بوست وفي البرافدا قد ايه احنا شغالين مفيش خالص مفيش التبشير في المؤمنين احنا بالبشر مع بعض كان عندنا اقلام فبالتالي مهم يعني كلما كنت ايوه بس انا ضد التبشير بالمؤمنين لان مهم جدا برضو بشر لا ما انا فاهم بس ما تبشرش مش فاهم انا عايز اوصلك الفكره يمكن انا ما سؤالي ما وصلش يعني فكره ان انا عايز اوضح صورتي قدام الراي العام عايز اعمل الاثنين زي ما انا بس الاولى اللي انا شايفه وما قلتش مش اولى يا ريس انا بس انا ما نلتش من ده ولا ده بس المهم ان انا احقق نسبه الوعي جوه لا يكفي بشكل لا يكفي ما انا ما قلتش على احسن انا متوازن اسمع هو هو الحقيقه اجابه نشأت كانت خلصانه هو بس انا مش عاوز يعني خلاص أخير. يعني انا مش عاوز انا ما قلتش ابو كل واحد يضحي على نفس الدرجه من الاهميه لا خالص طيب انا بقول عندك سؤال مفيش واحد على حساب الثاني اصل انا لفظ بقول لك بشر وسائل كثير انا مش عشان خلاص المؤمنين لا المؤمنين محتاجين طيب استاذ عبد المحسن هسأل الأستاذ عبد الرازق والأستاذ خالد الأستاذ سؤالين لا موجه ليهم هما الاثنين نفس السؤال الأستاذ خالد والأستاذ فضل. عبد الرازق هو يعني طبعا بحكم كونهم رئيسي تحرير جريدتين كبار وعظيمتين ومنافستين تأثير لا ولهم تأثير لا طبعاً متكاملتين ماشي متكاملتين والمنافسة مطلوبة جدا هما اللي أنا عايز أقوله أسأله ليهم وأسمع إجابته منهم إزاي نقطة نقدر التوزيع بتاع الاثنين نطور لا مش عايز لا لا أوكي. نتكلم في المضمون بتاع الصحف و و و والتاثير الفيدباك اللي بيجي لك من القارئ ايه اللي نفسه يتلاقوه واللي انتوا تمحكوا فيه ايه في الفتره الجايه ان شاء الله يعني خليني بعد خلينا نتكلم الحقيقه انه انا هتكلم عن تجربتي في الاخبار انه لا الحقيقه الفيدباك اللي بيجي لي من القارئ هو فيدباك جيد جدا
لكن قطعا الصحافة الشغلانة اللي احنا بنشتغل فيها شغلة كل يوم فيها جديد، وكل يوم لازم تعمل فيها تطوير، وكل يوم لازم تعمل فيها تجديد. احنا محتاجين ان احنا نعمل ده على مستوى اوسع، مش على مستوى الاخبار او الجمهورية كصحف، لا على مستوى كمان كان الطرح انه الهيئة الوطنية للصحافة او المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام جهة كبيرة تقوم بدراسة موسعة ما اتعملتش في مصر. الحقيقة احنا عندنا هذا التقصير في التواصل مع القارئ وفي استخلاص الفيدباك منه، احنا بنكتفي بالتواصل الفردي، ان يبقى في هذه الدراسة المعمقة اللي قايمة على اصول علمية، ماذا يريد القارئ من هذه الصحيفة وماذا ينتظر القارئ من هذه الصحيفة. الحقيقة دي ممكن تساعد كتير جدا في الكلام عن المحتوى، في الكلام عن تطوير المحتوى، في الكلام عن ما يجب ان تقدمه الصحيفة الى القارئ. انت عندك ايمان طول الوقت ان انت بتلعب دورك الاساسي، تلعب دورك الاساسي في انك توصل للقارئ معلومة صحيحة، توصل للقارئ تفسير وتحليل وتدقيق ورأي وكل ما يتطلبه العمل الصحفي، لكن في النهاية القارئ بتاعك كل يوم بيتغير، القارئ بتاعك كل يوم بيبقى محتاج حاجة جديدة. دراسة زي كده في الوقت اللي احنا محتاجينه مش الاخبار والجمهورية والاهرام، لا كل الصحف الحقيقة كله. عشان كده انا بتكلم انه جهة كبيرة هي اللي تعمل ده، واحنا اتكلمنا في ده كتير الحقيقة لكن لسه ما تمش. اتمنى ان ده يتم لانه ده هيبقى مسألة فارقة واحنا بنتكلم عن تطوير المحتوى في الفترة الجاية ان شاء الله. بص زعب محسن، انا عندي اربع نقط مهمة جدا. احنا يمكن كلنا يقال ان احنا بنتشابه في المضمون على مستوى كل وسائل الاعلام، بتلاقي الخبر، ففرصة الصحف انها تتميز بالخبر او بالسبق حاجة بتبقى صعبة. لكن اللي انا عايز اقوله مهم جدا في المضمون الخصوصية، انك تحب تلاقي القارئ عايز ايه وتعمله. مثلا على سبيل المثال الجمهورية مثلا فيها خدمة تعليمية في وقت امتحانات الثانوية العامة، هي الافضل في مصر بالمناسبة، ما ربنا صحيح. بتلاقي القارئ عنده استعداد او الراجل اللي هو عايز، بس الاخبار دخلت في الموضوع والوطن دخلت في الموضوع كمان، انه عنده استعداد يشتري النسخه لو ب 50 جنيه. انا ما اقدرش حضرتك رئيس مجلس اداره ما اقدرش اطبع عشان احقق ان انا اوفي بكل الاعداد اللي مقبله، تعمل لي خساره والا هخسر كتير جدا. ثانيا برضو انا مؤمن بصحافه المحافظات، فيها خصوصيه مهمه جدا، والمواطن في الاقاليم والمواطن في قضايا نمرة ثلاثة صحافة المواطن، ده مهم جدا ان انا دايما، على فكرة ده تميز بالجمهورية دايما اخبار كمان حقيقة. حتى والجمهورية في حاجات بتوصل لصانع القرار وبيتخذ حالة انسانية، الراجل عايز يتواصل مع الدولة، احنا حلقة الوصل، عنده مشكلة، عنده خدمة، عنده ظاهرة، بنضطر مجموعة من الظواهر لما بتكتر بنجري عليها تحقيق وبنروح للمكان ان احنا نقدر نعمل حاجة معينة. مثلا على سبيل المثال كان في فترة من الفترات ناس مثلا ما فيش في قبل 2013 او حاجه قوام القمامه وما فيش وبتاع، فابتدينا نعالج، الدوله بتواجه بشكل حاسم. الجزء الثاني مقالات الراي والتحليل، يعني يا ريت ليه ما نتبادلش المقالات في الاهرام وفي الاخبار ووجهه نظرنا تبقى واصل. الراجل اللي بيكتب في الجمهوريه ده اكيد عنده مثلا عدد محدود من التوزيع، ليه هو الاستاذ يوسف بعظمته ما يبقاش لي مقال في الجمهوريه، واحنا في حاله مواجهه، في حاله معركه اسمها معركه الوعي، واعتقد انها معركه الوعي. طب ما تقول له يكتب، تقول له قدم له المكافأة. انا بدعو الراجل طيب خلص خالد، خلص معاه في اليوميات، خلص معاه معركه في الشهر، معركه الوعي مظبطك اهو، عايزك كل يوم معركه الوعي. لا يا استاذ محمود الراجل ده لازم يبقى عندك الوطن، انت المسؤول، كنت بكتب هنا يا هو يا عبد الرازق، ما تقطعوش يا استاذ دهشت بعد اذنك، انا ما تقطعوش بعد اذنك عشان يقدر يكمل اجابته. يا استاذ عبد الرازق هو على فكره قبل الهوا، قبل الهوا كمان استاذ عماد قال انا مستعد ابطل اكتب في الشروق واجي اكتب في الاخبار، لم يحدث. انا انت متاكد؟ انا اسحب العرض، انا شخصيا اسحب العرض، برحب باي كتابات وطنيه، يعني انت عارف عندك ولا تقول لا تشرفني يا سلام. بس انا عايز اسال عبد الرازق سؤال، يوسف يا نشأت، انا بدي عبد محسن استاذ عماد استاذ محمود، انا كمان ممكن يكون لي مقال في الوطن. اسمع الراجل عايز يتكلم، اين رائحه يوليو في الجمهوريه؟ ودي الجريده التي صدرت من رحم يوليو، هي احنا جريده الشعب اعتقد، يعني وكانت ثوره يوليو ولسان حال الشعب، فاعتقد الشعب الترخيص بتاع في المدى عبد الناصر هو طبعا ترخيصه عبد الناصر. انا عندي صفحه يوميا اسمها مع الناس، يعني فكره ان انا متواصل مع الناس، دي الصفحه دي يوميا. لا بقول لك رائحه يوليو فين؟ يوليو انا فاهم، يوليو 23 يوليو 52 بمعنى ايه يعني كمشروع؟
انا يعني انا اعتقد ان احنا منحازين للدوله الوطنيه كجمهوريه، منحازين للجيش الوطني، منحازين للمواطن لا يتوقف المصري لا يتوقف. طيب بروسه ما زالت موجوده، لا نفس العقيده اعتقد الدوله الوطنيه. خلي بالك الاستاذ عماد ولا قاعد قصاد الدبابه فبقول لك لا كان في احدى البرامج وبعدين بيقرا لي مقال يعني ما لقاش سلاح غير الدبابه يعني عشان يشوف سلاح كتير. طب يعني مثلا خلينا في مقاتلة ولا حاجة أباتش ولا حاجة هو فكرة. وكمان أستاذ عبد المحسن أنا مؤيد جدا عشان تدي لك طعم ولون في الصحافة، صحافة الاشتباك، بس الاشتباك على موضوعي، مش قصدي الإساءة لأحد ولا إهانة أحد، ولكن لابد أنك أنت حتى اشتباك الرأي نفسه. يعني الأستاذ عماد كاتب وجهة نظر، فأنا مرد عليه بوجهة نظر أخرى في طل احترام المتبادل، بنخلق جو وقضية. هو متبني منحاز ده افتقدناه فعلا، ده كان زمان يعني واخد بالك لا طبعا ده مهم جدا. وليه بدعو؟ احنا عندنا الشخصيات أو النخب الصحفية العميقة بقت فيها قلت شوية يعني ندرت بالظبط ندرت. طيب يعني عشان الوقت يبقى خلص، أنا خلاص هيرفدوني أستاذ يوسف، اسأل ما شئت. عايز اسالك انت اخر مره رحت بلدكم امتى؟ يوم الخميس اللي فات. دي حاجات شخصيه رسمية والله. وقدرت تعرف الانتخابات وال رحت شفت امي وعيلتي وشفت زياره خاصه، مش زياره يعني لا زياره خاصه. طيب انا ممكن بعد اذنك ممكن اقول تعليق في لمده نص دقيقه؟ اتفضل. طيب فيما يتعلق احنا بنتكلم على الصحافه، بس علينا ان احنا واحنا اتكلمنا على جزء ايجابي كتير. الاستاذ عبد المحسن قال وانا موافقه تماما انه الصحافه المصريه قادره، هي في ازمه لازم الاول نقول عشان الناس تبقى تصدقنا ان في ازمه حقيقيه في الاعلام المصري كله وفي الاعلام الورقي في العالم كله، بس عشان احنا لو احنا الامور اتصلحت انا اظن الاعلام المصري قادر على استعاده دوره وتاثيره. الجزء الاساسي فيه هو التنوع، المحتوى مختلف، لازم يبقى فيه محتوى مختلف عشان انا هدفي ايه الاساسي كمصري؟ ان انا القارئ المصري ما يقراش جورنان بره او يقرا جورنان اضافه للجرايد الرئيسيه بتاعته، يبقى الشاشه بتاعته هي الشاشه المصريه نمره واحد، اي شاشه مصريه. صحيح. ده الاساس. مش هيعمل ده الا لما يبقى عنده مواد جذابه متقدمه فيها تنوع مختلف وفيها جاذبيه. ده جزء مهم نحافظ عليه واحنا بنفكر في اي حاجه. فبالتالي علينا ان احنا نبقى مدركين انه فيه مشكله واحنا بنحاول نعالجها عشان نقدر نستعيد المشاهد المصري للشاشه المصريه والقارئ المصري للجورنان المصري. ليه؟ لانه الارقام والواقع مرير ولازم نبتدي نفكر في ده عشان نصلحه. انا بس يعني عندي تعليق واحد على فكره الصحافه. احنا ما زال بيستغرقنا الكلام على الصحافه الورقيه، يمكن هي الاكثر مشاكل، لكن ده ما بيخليناش يعني نبعد كتير عن المواقع. هي نفس المحتويات ولكن الوسائل بس هي المختلفه او الصوره اللي بتقدم بيها الخبر هي المختلفه، لان عالم المواقع عالم كبير، التطور فيه رهيب وبسرعه فوق ما احد يتخيل. وللاسف انت طول الوقت ممكن مثلا زينا مثلا في الوطن اللي بيبقى عندهم ورقي وموقع بيبقى طول الوقت في تحدي، لان حتى مواصفات الجمهور مختلفه قليلا، يعني مش دايما سمات الجمهور هنا هي سمات الجمهور هنا. فطول الوقت احنا عندنا تحديات، والطريقه اللي انت بتقدم بيها الخبر هنا غير الطريقه اللي بتقدم بيها الخبر هنا، او بصمات مختلفه مختلفه. وعندك ده برضه ممكن من حسن حظ الصحافة المصرية، وإن عندنا جيل جديد من الصحفيين اللي قادر يتفاعل مع هذه التكنولوجيا بشكل كبير جدا وبشكل يدعو للفخر ويدعو للاعتزاز إن هم قادرين يتعاملوا مع التكنولوجيا، واللي هو بصورة بسيطة أنت أيضا. أنا طبعا من الجيل القلبي دائما مع الصحافة الورقية، لكن أنت أمام تحدي كبير المواقع والصفحات في السوشيال ميديا وغير ذلك. فالجيل الجديد ده قادر يتفاعل، لانك انت كمان بتقدر توصل للعالم في لحظه، في ثانيه، في دقيقه، بتقدر تاخد الفعل ورد الفعل، وبتقدر تنتشر، وبتقدر تعمل قصه مؤثره، وبتقدر كمان تعرف الفيدباك بسرعه حسب الشير او حسب الاهتمامات او حسب الترند او حسب حاجات، يعني بعيدا عن الحاجات اللي هي بتبقى مكذوبه او بتبقى موجهه، لكن في نفس الوقت انت عندك الحس. فاحنا امام برضو تحدي كبير في الصحافه. انت شغال على الاتجاهين. صحيح. ما بين تطوير الصحافه الورقيه اللي بتواجه اصعب تحديات زي ما قالوا الزملاء، ارتفاع سعر الورق، ارتفاع
ارتفاع اسعار الطباعه، ايضا تراجع الاعلانات بشكل ملفت، هروب القراء الالكتروني، القراء الالكتروني لانه ارخص واسهل وابسط. الموبايل خلاص، الموبايل اللي انت ماسكه اللي هو بقى ينقل لك كل حاجه في العالم، حزب التحديات صحيح. فعندك التحديات الورقيه، لكن في النهايه انا متاكد وواثق ان الصحافه الورقيه مش هتنتهي، ومفيش وسيله زي الراديو والتلفزيون زمان، مفيش وسيله بتدفن وسيله، لكن ده بيحملك عبء ما بين ان انت تواكب تطورات المواقع طول الوقت. تطورات المواقع يعني متسارعه يعني بشكل كبير. يعني انا اتخيل ان الجيل اللي قبلنا او ممكن احنا واحنا صغيرين شفنا تطورات اللي في الورقي بطيئة. كان فين بطيئه فين كل كام سنه على ما يحصل تطور مهم، سواء في الطباعه او في الورقه او حتى في التطور الكتابه، لكن في الموقع تطورات فيها سريعه ومذهله. فانت في تحدي ده، وفي تحدي ايضا اللي هو الحفاظ على الورقي وتطوير المحتوى، لان لو ما فيش محتوى كويس مين هيدفع في ظل ظروف اقتصاديه صعبه؟ هيدفع في الوطن 3 جنيه او يدفع في الشروع 4 جنيه او يدفع في الاخبار او الجمهوريه او الاهرام 3 جنيه؟ يعني عمليه صعبه. وفكره القارئ اللي كان يجيب يعني 9 صحف يقراهم دلوقتي بقت فكره صعبه، يعني ما بقتش سواء اقتصاديا او حتى من حيث الوقت ومن حيث حاجات كتير جدا. فاحنا في وضع صعب، ونتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا. هو جزء مهم على فكره من التطوير، وده اعتقد انه حصل في دول كتير من العالم، هو التكامل بين الورق والالكتروني. وده الحقيقه احنا محتاجينه كمان في مصر في الفتره الجايه ان شاء الله. انا بشكركم جدا، شكرا سعدت بجد من هذه الحوارات والنخبه دي، واتمنى ان شاء الله نكررها تاني. خالد مير رئيس الاخبار، شرفتني. انا سعيد جدا بالوجود معاك والوجود مع الكوكبه دي من الزملاء. يعني استاذ عبد الرازق توفيق، دبابتنا الصحفيه وما زلت مصر، بشكرك جدا وشرفتني بجد. انا اللي بشكرك اللي سمحت لك اكون موجود وسط الكوكبه دي من اصدقاء الاعزاء ومعظمهم وكلهم اساتذتي، يعني استاذي وبلديات خالد اصغر مني، فانا هو واحد. ايوه يا سيدي شرفتني. يعني رغم ان الندوه بدا، يعني اللقاء ابتدى عن الانتخابات والمناخ السياسي، هو لقاء بمناسبه الانتخابات لكن حقيقي ما قيل فيه عن الصحافه المصريه خاصه الورقيه في مأزقها الراهن ومستقبلها اللي بينتظرها شديد الأهمية، وكلام كتير جدا بسمعه. تحيا مصر بلا أمية. ها؟ تحيا مصر بلا أمية. طبعا طبعا. وداعا النخبة المنحنحة. تمام. دي الحاجات الأساسية عندنا. أستاذ عبد المحسن سلام، رئيس وزراء الإعلام، شرفتني والله. أنا بشكرك جدا وبشكرك على هذا اللقاء، لأنه على فكرة بمناسبة كلامك إن هذا اللقاء على الانتخابات، أنا بأتصور كل ما أثير من قضايا، سواء كانت قضايا صحفية، قضايا وعي، قضايا نخبة، قضايا أمية، قضايا حزبية، كلها قضايا تتعلق بالانتخابات وبالحياة السياسية، لأن الانتخابات والحياة السياسية والحياة الحزبية كلها بتشمل كل هذه المعطيات وغيرها. أشكرك وأشكر الزملاء كلهم على هذا السهرة الممتعة. أستاذ محمود مسلم، شرفتني بجد. الله يخليك، اشكرك وقتكم، وانا عارف كلكم عندكم يعني التزامات كتير جدا، وتلبيه الدعوه في حد ذاتها شرف ليا، والحضور والمناقشات، فانا سعيد جدا، وان شاء الله شكرا. يعني اتعشم ان احنا نعيد مثل هذه الصالونات مره اخرى إن شاء الله. وخرجنا منها بحاجات كتير جدا، ووعدتوني ان احنا ندعم هذه المبادره تحيا مصر بلا اميه، وفكره النخبه المنحنحه انت اللي هتتبناها، وعايزين ان حضرتك ترجع تاني زي ما قال عبد الرازق توفيق، تكتب ما يعيد للتجربه الانتخابيه ما تستحقه من بهاء لدى اذهان الاجيال الحاليه ان شاء الله. انا بشكركم جدا مشاهدينا الكرام، ربما نكون اثقلنا. نشكر المشاهدين ان هم تحملونا والله بقول لكم وانا احييهم على المشاهد، لكن عزائنا ان احنا كنا اتمنى نكونوا يعني خفاف الظل وخفاف في على قلب الناس، وان شاء الله باذن الله نلتقي دائما في مناسبات مصريه، واحنا بنعلو في بنيان الدوله المصريه، واحنا سعداء كجيل راى ربما وتابع وعاش ما لم يعيشه الأجيال السابقة، ونتمنى نترك مصر لأبنائنا وأحفادنا بما يليق بنا وبهم وبأحلامنا. دمتم في أمان الله.